مشاهدينا مساء الخير، نحييكم في حلقة جديدة على الهواء. حينما نكون مشغولين إلى هذا الحد كما نوهنا بالأمس بالجماع وبالعلاقة الجنسية مع البهايم ومع الميتين، بقول ده بعد إحالة الدكتور صبري عبد الرؤوف اللي كان معانا بالأمس، وأيضا الدكتورة سعاد صالح للتحقيق من قبل جماعة الأزهر بعد الفتاوى التي أدت إلى إثارة الفزع والغضب والجدل في المجتمع المصري. أيوة، لما نبقى مشغولين، لما تبقى قضايانا الأساسية اللي مشغولين بيها هي العلاقة الجنسية مع بهايم ومع ميتين، فالحقيقة يعني إذا لم نتصدى لذلك فلنشيع مصر إلى مثواها الأخير، وده الحقيقة لن يحدث أبدا، أو فلنشيع العقل المصري إلى مثواه الأخير. مش ممكن أبدا تكون أو يكون مجتمع يجب أن يكون مشغولا هينتج إيه وهيتقدم للأمام إزاي وهيتصدى لما يحاك ضده إزاي، هنطور التعليم إزاي، هنحاول إن احنا نحل مشاكل الصحة وكل المشاكل اللي بيعاني منها المجتمع إزاي، ونتصدى لكل الأزمات اللي موجودة في مجتمعنا، وإحنا همنا يبقى في علاقة. هو ينفع العلاقة الجنسية مع البهايم؟ وهو ينفع العلاقة الجنسية مع الميتين لما بتنقل هذه الصورة للمجتمعات التانية؟ للأسف الشديد بيعتقدوا إن هو ده الإسلام، والإسلام بريء من كل ذلك. الإسلام علم الإنسانية كل قيم العمل والإخلاص والإنتاج والتقدم للأمام، حتى فيما يتعلق بالفتاوى البسيطة. حتى هل معقولا نكون مشغولين بفتاوى كلها متعلقة بالنصف الأسفل، ومش ممكن أبدا لا نخاطب العقول ولا نخاطب المستقبل ولا نخاطب التقدم؟ لما يبقى عنوان أساسي يعني إحالة اثنين من الشخصيات البارزة المحسوبة على الأزهر تحديدا، والمشكلة هنا كمان إنها جاءت من داخل الأزهر، لما تبقى القضية بهذه الخطورة وفي سياق وفي إطار أو داخل المؤسسة الدينية الرسمية الأولى الأزهر، ويبقى المنقول عن مصر إنها مشغولة بالجماع مع البهايم وبالعلاقة الجنسية مع الميتين، مش ممكن أبدا يا جماعة نصل إلى هذه الصورة أبدا. قبل ما نشوف أجيب لكم بس ملخص، لما كان معنا الدكتور صبري عبد الرؤوف امبارح معايا على الهاتف الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر. دكتور محمد، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. حضرتك النهاردة أحلت الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتورة سعاد صالح للتحقيقات، لماذا؟ نعم طبعا، لأن مثل هذه الفتاوى لا يمكن أن يقبل عقل أن تظهر على الملأ بهذه الصورة. إذا كنا نرفض مثل هذه الأمور أن تدرس في قاعات الدرس، فما بالك بعرضها على الملأ وفيهم العامة، وبهذا نحن نعطي صورة سيئة بأيدينا للعالم الخارجي. أنا أقول هذا هو الإسلام، والإسلام بريء من مثل هذه الأمور. ده مثل هذه الفتاوى وإن وجدت فهي من الفتاوى الشاذة التي لا يعتد بها، فلا ينبغي أن تعلن على الملأ بهذه الصورة ونظهر أنفسنا بصورة لا طريق، بالإضافة إلى أننا نظهر أنفسنا بأن هذا موجود في كتب الأزهر، وهذا ليس موجودا في كتب الأزهر، إنما إن وجدت فتوجد في كتب لا يعتد بها الأزهر، وهذا لا ينبغي أن يعلن على الملأ. فلذلك أنا اتخذت هذا القرار، وبعضهم يعتبرون قرارا جريئا، لأننا يجب أن نحد من هذه الفتاوى التي تذيع وتثير البلبلة بين الناس. طيب يعني انت حضرتك من حجم الاستياء الكبير اللي حدث في المجتمع؟ لا، من حجم الاستياء، لان القرار لا يكون ردا للفعل، انما من الاسلوب نفسه، لان لا ينبغي ان تكون القرارات نابعه من رد فعل، لا، انما القرار نابع من ان مثل هذه الفتاوى يجب ان نحد منها وان نظهر انفسنا ونظهر اسلامنا بالصوره الصحيحه التي يقبلها العقل ويقبلها الاخر. وانت بحضرتك بتتخذ هذه الخطوات حتى حماية لجامعة الأزهر وحماية وحماية لجامعة الأزهر وحماية لصورة الأزهر وحماية للإسلام أولا وآخرا.
طيب دكتور، يعني عايز وحضرتك معايا كده. امبارح كان معايا الدكتور صبري عبد الرؤوف، والحقيقه كنا يعني بنفتح بابا شويه للتراجع. يعني هو صحيح كان في بعض التراجع، ولكن قال انا استندت الى كذا وكذا وكذا، وانه سيدنا علي بن ابي طالب غسل زوجته. اتفضل اتفضل يا دكتور، اتفضل. التحقيق هو الذي يثبت ذلك، وإن حصل تراجع يجب أن يكون التراجع مثبتا في أوراق رسمية حتى لا ندال بمثل هذه الأمور ولا تؤخذ على جامعة الأزهر أو على الأزهر عموما أو الإسلام. طيب حضرتك شايف أنه ده دور جامعة الأزهر، ومن حق جامعة الأزهر أن تتخذ هذه الخطوات، لأن بعض الأساتذة قالوا أنه ده نوع من الاجتهاد. يعني لماذا الاجتهاد يكون في قاعة الدرس وليس على الملأ؟ على الملأ هناك العامة وهناك الدول الغربية التي تحكم على إسلامنا وعلى أزهرنا من خلال هذه الأمور، فضلا عن أنه حينما يقال مثل هذا الأمر لن يقال الأستاذ الفلاني، إنما يقال أستاذ بالأزهر، يعني سينسب هذا الأمر في البداية وفي النهاية إلى الأزهر. فأنا بهذا القرار أنا أحمي الأزهر وأحمي الإسلام فيما أظن. طيب وبتشوف ده يعني كمان يعطي فرصة لمن يريد أن يسيء للأزهر ويسيء للإسلام أيضا يعني؟ نعم نعم. طيب بشكر حضرتك يا دكتور، ألف شكر. في الشك يا جماعة أن من حق رئيس جامعة الأزهر أنه يفزع لذلك. ليه؟ ما أنا بقول لكم، هنا كنا دايما بنقول والله الفتاوى التي تأتينا من بعض التيارات السلفية ومن بعض القوى الظلامية، لكن جاءت من الأزهر، والبعض هنا هياخدها على أنه أصل الأزهر بيقول. وحتى الدكتور صبري عبد الرؤوف هو معايا امبارح، فقال والله أنا بعد ما قلت الفتوى فيعني لما وجدت أن ردود الفعل كده فيعني خلاص أنا بسحبها يعني. طيب اللي استمع إلى هذه الفتوى وطبقها، يعني تخيل أنت يعني زوج وزوجته ماتت، وقال والله ده شيخ جليل من شيوخ الأزهر أعطاني هذه الرخصة وأعطاني هذه الفتوى، وأقام علاقة جنسية مع زوجته الميتة يعني، أو حد تاني أقام علاقة جنسية مع البهايم زي ما قالت الدكتورة سعاد صالح إن في بعض المشايخ أفتوا بذلك. حتى لما نيجي يا جماعة مشغولين بالعلاقة الجنسية، وهي علاقات حيوية وهنا هي قضية علمية يعني، فنقول والله للناس تعالوا الجأوا إلى الأطباء والجأوا إلى العلم، لكن نقول للناس الجأوا إلى الشذوذ والجموح والجنوح بهذا الشكل؟ يعني معقول إن أنا أخلي تفكير الناس مشغول بإن تبقى في علاقات جنسية مع الحيوانات ومع البهايم، ويبقى في علاقات جنسية مع الميتين؟ طب ده مجتمع هيتقدم للأمام إزاي وإحنا قاعدين نقول شوفوا العالم حوالينا بيتقدم بسرعة كبيرة جدا، واحنا قاعدين فقط نستخدم التكنولوجيا اللي بيبتكرها هذا العالم اللي احنا بنلعنه، ونقول الغرب المنحرف الكافر، ثم تأتينا التكنولوجيا منه، وتأتينا علاج الأمراض المستعصية منه، البحث عن العلاج يعني، والبحث عن أدوية، واحنا قاعدين نفكر في الجماع والعلاقة الجنسية مع البهايم ومع الميتين. تعالوا نشوف الدكتور صبري عبد الرؤوف كان معايا امبارح، ويعني تراجعه الى حد ما عشان يعدي الازمة وليس قناعة بذلك. يجب ان احنا ننشغل بان احنا نقول للناس فتاوى متعلقة بقيمة العمل، بقيمة الاخلاص والوفاء، يعني فتاوى متعلقة بكيف نتقدم إلى الأمام، لكن فتاوى بأنه الزوج يعاشر زوجته بعد وفاتها. السؤال إيه؟ أن الشيخ فلان أفتى بأن من أتى زوجته بعد وفاتها يعتبر ذلك زنا، هل يعتبر هذا زنا؟ السؤال بقى هل يعتبر ذلك زنا؟ قلت هذا ليس بزنا. بس قلت الأمر حلال لأنه لأنها زوجته وعاشرها. هي زوجته، إن فعل ذلك لا يفعل ذلك إلا إنسان شاذ. إذا أنت أعطيته المشروعية وإنها حلال فخلاص انتهينا يا دكتور صبري. بس أقول لك الفتوى هل زنا ولا مش زنا؟ ما نرجع للنص. طيب تمام. إن فعل هذا هو مخالف للمألوف، لكن لا يعاقب إيه؟ لا يعاقب
عقاب الايه الذي ارتكب جريمة الزنا او ارتكب امر اخر، وانما لولي الامر ان يعذره. ليه؟ لانه فعل غير شيء مألوف، يعني ده ميتة. فالنفس يعني تعافى هذا حلال حلال، النفس الفعل حلال حلال مفيش مشكلة، بس ما تحاجة هو مش مألوف، مش هقول لك حاجه. لا انا كلمه مش مألوف كمان يا دكتور صبري ده كلمه مهذبه، انت قلت فارق عن المألوف، ده فعل لا ادمي يعني، والحرام والحرام ليس خارج عن المألوف. الكلمه اللي جت في التسجيل على شوف، من الانسان ان من الممكن ان يزل لسان الانسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني ادم خطاء، لكن شجاعه الاعتراف بالخطا إلى هي التي يجب ان نتحلى بها. نعم، ان سيدنا علي رضي الله عنه غسل زوجته سيدة فاطمة الزهراء، وسيد وسيدة أسماء بنت يزيد. يا دكتور هذا رأي ضعيف. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: نحن نساء النبي، لو استقبلنا من أمرنا مست برنا ما غسل رسول الله إلا نساء. طب هل تستند لذلك في انه يبقى حلال؟ ما استندت في هذا، لا قضيه عامه حياه. سئلت هذا السؤال استاذ وائل وكنت رافضا له بشده وبحده، اذا كان ما كنتش هتقول ابدا انه حلال يعني. اذا كان الناس فاهموا هذا بعلنها قدامك، انا بعتذر عن هذا. الانشغال الثاني كمان بان الزوج والزوجه يصوران العلاقه الجنسيه من اجل الاستمتاع بذلك، ماشي. يعني ماشي. واباحت ذلك. قلت اولا إذا كان في أمن وأمان ما حدش هيشوف الكلام ده، وعلى ثقة إن الشريط اللي هيتسجل عليه ده ما يتسربش، وبعد هذا العمل يقوموا إيه يقطعوه يحرقوه يلغوه يمسحوه بأي أي وسيلة. ما يقول لك أنا هصور بضوابط وبعد كده أنت عارف الكوارث التي تحدث بسبب ذلك. لما سمعت يعني كلام بقى كده من الآخرين رجعت عن فتوى إمبارح، قلت هذا لا يجوز. اللي شافك في المرة الأولى ما شافكش في الثانية. طب أعمل يا إيه؟ يعني العمل في ذاته لا يجوز النظر إليه من ناحية اي مصلحه يمكن ان تترتب عليه. واحد تعبان، واحد هواه عايز يعمل هذا العمل، واحده متفقه مع زوجها على مثل هذا الامر، كل ذلك لا يبرر الامر ولا يخرجه من اصل الحرمه. لكن ماذا افعل الزوج في مثل هذه الحاله؟ ده نافع معايا اقراص ونافع معايا ادويه، بقول لك دي الوسيله الوحيده التي تعينه. يعني يهدم الشرع. فعن ذلك قلنا يهدم الشرع. الضروره تقدر بقدرها. يهدم الشرع. يعمل ايه؟ يهدم الشرع. الله يعمل كده خلاص يهدم الدين بقى. يعني هل هذا مبرر يا دكتور؟ هو الزوج ياتي لكي يقيم العلاقه الجنسيه مع الافلام، مع الافلام الاباحيه، فتعالوا نجد له بديلا ان يصور نفسه مع زوجته و قلنا ان ده زي بيقول عليه ايه؟ ارتكاب اخف الضررين. زوج يحترم دينه ويحترم نفسه ولا يصور مراته ويجعل من هذا التصوير ماذا يفعل يا دكتور عبد الله؟ ماده للعوام يستغلوها فيما يريدون ان يفعلوه بها. الاسلام علمنا بيعا وشراء يا دكتور عبد الله. الاسلام علمنا انه لما يحرم شيء يجد البديل. واحد مش عاجباه حاجه ربنا يغير له الدين عشان يرضيه. هذا الكلام لا تقوله. عشان انا عاوز يا دكتور يا دكتور ربنا اذا حرم شيئا اوجد له البديل، ده للناس جميعا هذا فيما يتعلق بمصلحه الناس جميعا. حرم الله السفاح وحاشر عن هذا حرام، انما واحد مش قادر، هو ربنا هو ما واحد مش قادر ورجعت ربنا غير له الدين علشان رجعت يا دكتور عبد الله رجعت عنها بالامس وقلت هذا حرام خلاص. طبعا يعني نتمنى ان تكون هذه القضيه مدخلا لانهاء ظاهره الفتاوى التي لا يحتاجها المجتمع والتي تسيء للمجتمع وتسيء لمصر وتسيء للاسلام، ولا يمكن ان يكون للاسلام اي علاقه بها. شوفوا بقى حجم الانشغال بالعلاقه الجنسيه مع البهائم ومع الميتين طغى على كل الازمات والمشاكل، وده خطوره الفتوى اللي دايما نقول انها اشد فتكا من القنبله. نحتاج لنزع فتيل هذه القنابل اللي بتنتشر في المجتمع، ويعني الفتوى اصبحت سداح مداح ولكل من هب ودب. المشكله هنا يا جماعه انها جاءت من اثنين من الشخصيات البارزه داخل جامعه الازهر والمحسوبين على الازهر المؤسسه الدينيه الرسميه الاولى. هتشوفوا مجموعة من الشباب عندهم مشكلة، طب نعمل فيها ايه لما تكون المشكلة متعلقة بتعاطي وإدمان المخدرات؟ تعالوا نساعد الشباب ونقول لهم ممكن نساعدكم ازاي في العلاج،
وهنا كمان وزارة التضامن الاجتماعي بتلعب دورا في هذا السياق. ما نسيبش الشباب كده، لا تعالوا نسمع اعترافاتهم، هتسمعوها لمجموعة من الشباب أدمنوا المخدرات بيبحثون عن علاج. مين يتبنى هذه الحالات؟ مين يكون مهموما بأنه ياخد الشباب من دائرة الإدمان إلى دائرة العمل والإنتاج ويخلصهم من إدمان المخدرات بكل أشكالها المختلفة؟ هم بيتكلموا حتى إيه اللي بيحصل لهم وإيه التأثيرات وليه عملوا كده وعايزين إيه؟ هل المجتمع يلفظهم ونقوم نخسرهم ونحولهم إلى قوة سلبية مدمرة داخل المجتمع، ولا نكسبهم ونحاول نعالجهم ونشوف إزاي تبقى قضيتنا الأساسية؟ عشان كده احنا هنتبنى من هنا ما يمكن أن نسميه مبادرة لمساعدة الشباب اللي عاوز يتخلص من الإدمان. صحيح في مؤسسات كتير بتعمل كده، لكن في مؤسسات تانية بتتقاعس عن كده، وفي بعض الشباب بيخبطوا على الأبواب ومش لاقيين حل، وخاصة إنه المدمن كمان عنده نوع من الخجل المجتمعي وعدم القدرة على البوح والاعتراف، وعايز يظل ده في طي الكتمان والسرية. وكمان المدمن أهم حاجة إنه يكون قابليته هو للعلاج، إنه عاوز يتعالج. طب لما يكون هو عاوز كده ولكن المجتمع لا يوفر له الأرضية التي تهيئ لذلك، تعالوا نستمع لمجموعة من الشباب اللي بيقولوا شوفوا لنا حل، إحنا بنتعاطى المخدرات أدمناها وعايزين حل وعايزين حد يساعدنا. ابتليت مجتمعاتنا العربية في العقود الأخيرة بانتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بين أوساط متعددة. كثيرون سلكوا طريق المخدرات المظلم، ذلك الطريق الذي يبتلع من يسلكه، ولم ينجو من هؤلاء إلا أقل القليل، ولكن لا بد لمتعاطيها من دفع الثمن. أول مرة كنت صاحبة في فرح، لقيتها حلوة بتطلعني من الغم اللي أنا فيه وكده. بدأت الأول ترمضول، كنت باخد شريط ترمضول في اليوم، وبعد كده ليا اصحاب خلوني اخدت بودره، بقيت اخد البودره في الحقن نسيتني الترمضول. ايه اضراره بقى؟ هو علاج، كان العظام المكسوره او بعد كده بيبقى ادمان. دمرتني، الشياطين تاخدك اصحابك برضه، بس شياطين معاك فلوس ما معكش فلوس بيدهولي، ومجرد ما بتشوفيها انت دمك بيحن ليها على طول. كنت كويس وكنت في تعليم وكنت عايش كويس. كنت بشتغل قبل كده بس لما دوست فيها ما بقتش اشتغل. كان عندي بيت وعندي ارض، ما خلتش حيلتي اي حاجه. بعت كله. مراتي طلقتها بسبب البودره برضه. طب اعراضها ايه بقى؟ بتحس بايه؟ لو ما فيش ما بتحركش، بقى تنين قاعد، كسل وكده. بحس ان انا ناسي المشاكل والغم، الدنيا دي بيطايع عقلي خالص. ما بيخليكيش تعرف الدنيا ماشيه ازاي ورايحه فين وجايه. يعني ممكن تقتل وانت مش حاسس؟ ايوه طبعا، زي الخمره بالظبط. حصل كتير بس انا اقنعت نفسي ان انا ما ينفعش انسجن عشان انا واحد ابويا وامي. سمعت عن حد في البلد عندكم هنا مات بسبب البودره؟ كتير، البودره هي اللي بتموت. اشوف ناس ايديها اتقطعت، اللي اسمع يعني اللي اتقطعت بسبب البودره، رجله اتقطعت بسبب البودره. سيادتك الشعب كله بيشد دلوقتي. يعني اليوم اللي ما باخدش فيه بودره اخد ترمادول. ولو ما خدتش الاثنين؟ لا بتعب جامد، يعني مناخيري بتشر ميه، ما بقاش قادر اقوم من الارض. بتحصل لي حاله اغماء على طول، حوالي بتاع 4 ساعات او 3 ساعات. لما بتعب وكده وما فيش بتعب، بيجي لي حاله تشنج كده، بتضيق خلقه، بتسيب اعصابه، بتخليه مش قادر يمشي، شكل الراجل اللي عنده 100 سنه. درجه البودره ممكن تزق امك، تزق ابوك، تبيع عيل من عيالك عشان البودره. في ناس بقى بيوتها عشان البودره. بتقولي ان رجلك فيها غرغرينه بسبب البودره، ازاي؟ ضربت ضربه غلط وعملت لي غرغرين. الاول جلطه، والجلطه راحت عامله لي غرغرين في رجلي. احساس ان انا بموت،
انا كان عندي السكر جالي الضغط كمان عشان انا كل يوم بموت وابو محروق ومركب مسامير. هؤلاء وغيرهم جربوا المخدرات ولم ينلهم منها الا الحسرة والعبرات. اختلفت ظروفهم واتفقوا على امر واحد، لا بد من العلاج. طب انت راضي عن اللي وصلت له ده؟ مش طبعا من شيء اكيد مش راضي، بس نصيبي اعمل ايه، ما لقيتش حد يقف معايا. انا عاوز اتعالج وابطل عشان اربي عيال واسد الديون اللي عليا وكده. انا نفسي يتعب، ونفسي اي شاب ما يسمعش كلام اي حد ولا ياخد اي حاجه. انا بزعل على الناس دي، يعني انا فيا برضو تعب وانا بزعل عليهم. انصحهم اللي هم ما يشربوش السيجاره العاديه ما يشربوهاش، هيندم قدام. في ناس كتير راحت مصحات وطلعت ربنا كرمها، اللهم صل على النبي، بقت اصحاب عربيات دلوقتي. انا عايز اتعالج الاول من دراعي وبعد كده من الادمان، ما هو اللي وصلني للادمان دراعي واعصاب المقطوعه. في ناس شجعتني ان انتوا هنا في البلد وكده وقالوا لي هتتصور وهتطلع في التلفزيون وممكن ربنا يكرمك وتتعالج، رحبت. قد يكون طريق التعافي من المخدرات صعبا، لكنه خيار لا بد منه لتدارك حياة على وشك الضياع وإيقاف نزيف حسرات الأهل والأحباء. يعني اعترافات فيها من الشجاعة ما فيها، لان زي ما بقول لكم انه دايما المدمن عنده الخجل في المجتمع وعنده انه عاوز انه ما فيش حد يعلم بما يفعله، لكن الشباب بيتكلموا وقالوا احنا عايزين نتعالج، وممكن يوصل بينا الحال زي ما انتم سامعين الى انه ممكن يقتل وهو مش حاسس، وانه ممكن يعتدي على والده ووالدته وهو مش حاسس تحت تأثير الادمان. طيب هل نسيب الشباب بالشكل ده ولا نجد لهم بابا للعلاج؟ احنا زي ما قلنا لكم انه في بعض العائلات احيانا بتكلمنا وتقول انا عندي ابن مدمن، طب اعمل ايه؟ ما عندكش حد يعالجه، ما فيش حد يوديه، ابني مدمر حياتي، حطم حياتنا كلنا، وهو مش متقبل. وبعد شوية يقولوا لا ده هو بدأ يتقبل العلاج وعاوز يتعالج بعد ما اتكلمنا معاه، طب نعمل ايه؟ هنحاول ان احنا نساعد بعض العائلات التي لا تجد بابا مفتوحا لعلاج ابنائها من الادمان. وهنا وزارة التضامن الاجتماعي لان عندها ايضا باب مفتوح لمساعدة الشباب. هسأل الأستاذ محمود صالح عضو المكتب الفني لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي في وزارة التضامن الاجتماعي. أستاذ محمود أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. نعمل إيه مع مجموعة الشباب اللي استمعنا إلى اعترافاتهم ولغيرهم ممن يريدون العلاج بجدية؟ خليني اقول لك في الاول يا فندم، اولا لازم اشكرك شكر جزيل جدا على المبادره الكريمه اللي حضرتك بتتبناها في رفع الوعي بخطوره المشكله، وان احنا نفتح باب امل لكل من وقع في المشكله بشكل او باخر. دور صندوق مكافحه وعلاج الادمان انه هو الاليه الوطنيه اللي بتشتغل من خلالها على خفض الطلب على المخدرات. يعني نعمل خفض طلب على المخدرات؟ يعني نمنع ناس جديده تدخل في المشكله وندي يد العون لكل اللي وقع في المشكله من خلال خدمات العلاج. صندوق مكافحه وعلاج الادمان بيمتلك اليه ممثله في الخط الساخن لرقمه 16023، بيوفر من خلاله خدمه العلاج بشكل مجاني تماما. والنقطه الاخرى والمهمه جدا ان احنا خدماتنا بنوفرها في سريه تامه عشان نعالج فيها فكره الوصمه المجتمعية السلبية لمريض الإدمان اللي بتمنعه وبتعيقه بشكل كبير جدا عن البوح بطبيعة مشكلته والتعامل مع مشكلة الإدمان في المجتمع بشكل كبير. من هنا يأتي دور الصندوق في أنه بيوسع شراكاته مع المراكز العلاجية ومستشفيات علاج الإدمان على مستوى الجمهورية.
احنا بنكلم حضرتك النهارده واحنا بنتكلم على عدد المستشفيات اللي احنا بنشتغل من خلالها. احنا العدد بتاعنا تخطى حاجز ال 20 مستشفى في اكتر من 12 محافظه بتوفر خدمه العلاج بشكل كبير جدا بشكل مجاني. طيب بس هنا استاذ محمود انا لاني لمست المشكله هي في الوصول للعائلات واقامه حبال ثقه معاهم، لانه دايما انت عارف المريض يعني يمكن انه غدا يتمرض على العلاج، تحصل اي مشكله، كيف يمكن ان يكون في حبال ثقه وفي كمان نقاش وحوار لاكتذاب المدمن وعلاجه بشكل مطمئن يعني؟ هو احنا عندنا ثلاث نقاط مهمه جدا في اتمام هذه العمليه، اولا ان تدرك الاسره وندرك معها انه مرض الادمان مرض مزمن، هذا المرض قابل للانتكاسه. فاحنا لابد ان احنا يكون عندنا سياسه النفس الطويل في التعامل مع المريض. دي اول نقطه، النقطه الثانيه لابد ان نعترف ان عمليه العلاج مش هيقوم بها المستشفى لوحده، احنا هنقوم بها كلنا كمجتمع. هتبتدي من الاسره ومرورا بالمستشفى عشان نقدر نوصل لمناخ يحفز هذا الشخص مره اخرى ان يرجع للمجتمع مره ثانيه متعافي. النقطه الثالثه والمهم جدا ان احنا يبقى عندنا منظومه متكامله لفكره اعاده دمج هذا المريض مره اخرى في المجتمع، ودي النقطه المهمه جدا اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها قبل التقرير، وهي فكره ازاي ارجع الراجل ده مره ثانيه يرجع ثاني يشارك معايا في الانتاج، يرجع يشارك معايا في الحلم اللي احنا بنشتغل عليه، ما يبقاش كابوس بالنسبه لي. هي دي الفكره اللي احنا بنشتغل عليها بشكل كبير جدا. اولا خليني اقول لحضرتك بالنسبه للحالات اللي تقدمت للبرنامج واللي حضرتك يعني اعلنتها في التقرير، دي الحالات هنتكفل بعلاجها زي ما انا قلت لحضرتك بشكل مجاني كامل. الميزه كمان ان احنا هندي مساحه لبرنامج العاشره مساء ان يتابع معانا هذه الحالات والتقدم اللي بيحصل في علاجها وفقا لمبدا السديه اللي هم هيتيحوه المرضى. لو المريض حابب يشارك خطوات العلاج بتاعته والتقدم اللي بيحصل في العمليه العلاجيه بتاعته للاخرين زي ما هو كده كان مبادر وكان شجاع يتكلم عن طبيعه مشكلته، هنكون في فرصه جيده جدا من خلال برنامج حضرتك نقول للناس حجم التواصل اللي حصل خلال هؤلاء المرضى معانا وحجم التقدم اللي حصل في حالتهم العلاجيه. ان شاء الله وهتابع معاك ده ان شاء الله يا استاذ محمود صالح. ويا جماعة دعوة لكل العائلات اللي كلمونا واللي ما كلموناش، اللي بيرفع شعار في بيتي مدمن كيف يمكن أن أتعامل معه. صحيح في الكثير من الجمعيات بتلعب دورا، لكن الناس عندها إحساس أن النقطة الأولى إزاي أخد المدمن وأديله الثقة في انه يتعالج وان انا احتويه واديله اشجعه على قابليه العلاج. دايما يقول لك اهم حاجه هي قابليته للعلاج، هو متقبل وعاوز ولا لا؟ لانه لو مش عاوز ومش متقبل بيهرب وبعد كده كمان بيواصل عمليه الادمان من جديد يعني. لكن ان شاء الله هنحاول نساعد العائلات بالتعاون مع التضامن الاجتماعي وغيره. الجمعية العامة للأمم المتحدة هي أهم محفل دولي، ودايما تشوف في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وياريت الناس تقعد تستمع إلى كلمات رؤساء الوفود جميعا من قادة وزعماء وملوك ورؤساء، هتلاقوا فيها كل مشاكل العالم، وهتلاقي فيها كمان كل زعيم دولة عايز يوصل رسائل مهمة جدا متعلقة بدولته. الرئيس عبد الفتاح السيسي دي رابع جمعية عامة للأمم المتحدة يحضر. كل الجمعيات السابقة تحققت فيها نتائج كبيرة جدا، وكان الصوت المصري خاصة احنا كنا طالعين من 30/6 ومن مجتمع دولي، ده في الجمعية الأولى للأمم المتحدة اللي حضرها الرئيس السيسي، ومجتمع دولي يعني كان متشككا مترددا، جزء منه كان متحالفا مع جماعات الإسلام السياسي، لكن حظيت كلمة الرئيس السيسي واجتماعاته في الدورة الأولى وفي اللي حضرها للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن 30/6 تكتسب ثقة وشرعية قوية بعد محاولة جفاء من بعض الدول أو تردد يعني. بعد كده هتلاحظوا طبعا العلاقة مع أوباما كانت مختلفة عن العلاقة مع دونالد ترامب.
في العلاقة كان أول لقاء مع الرئيس الأمريكي السابق أوباما كان مهما للغاية، رغم أن الإدارة الأمريكية وقتها كان عندها مواقف من مصر وكان عندها أيضا أبواب مفتوحة مع جماعة الإخوان ومع غيرها من جماعات الإسلام السياسي، مثلا في الجمعية العامة الأمم المتحدة السنة اللي فاتت وكنا بنحضر كل هذه الاجتماعات وهذه الجلسات، كان لقاء الرئيس السيسي مع مرشحي الرئاسة الأمريكية، كان وقتها الانتخابات الأمريكية على الأبواب مع هيلاري كلينتون ومع دونالد ترامب، وحتى الإعلام الأمريكي هاجم الرئيس السيسي واتهمه بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لأنه أظهر ميلا لدونالد ترامب على اعتبار مواقف الديمقراطيين ومواقف هيلاري كلينتون تحديدا وأوباما، يعني كانت معروفة. يعني في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام كمان انت عندك قضية بقى، قضية قوية جدا وهي مكاشفة العالم، طب هتعملوا ايه في موضوع الإرهاب في ظل وجود دول بتمول وتشرف وتعطي ملاذا ومأوى؟ اعتقد ان دي هتكون القضية الأساسية لمصر، بالإضافة الى كمان إظهار وتوضيح ما قدمته مصر طيلة السنوات الماضية. تعالوا نشوف حصاد الجمعيات العامة للأمم المتحدة السابقة اللي حضرها الرئيس السيسي. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مقر إقامته بفندق نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما تجمع عدد من أفراد الجالية المصرية بنيويورك أمام فندق إقامة الرئيس انتظارا لوصوله، ورفعوا أعلام مصر وصور الرئيس مرددين الهتافات للترحيب بقدومه إلى المدينة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيان مصر أمام الجمعية العامة ليستعرض خلاله رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وجهود مكافحة الإرهاب. يذكر أن مشاركة الرئيس السيسي في الدورات الثلاث السابقة نمت عن إدراك لأهمية العمل الدولي متعدد الأطراف بما يسهم في تعزيز الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية، كما برزت خلالها ثوابت السياسة المصرية الخارجية التي تبناها الرئيس السيسي منذ استلام منصبه. استمر الوضع الأليم الذي تعيشه سوريا على مدار السنوات الماضية والذي تسبب في مقتل مئات الآلاف وتحويل الملايين إلى نازحين ولاجئين داخل أوطانهم وبالدول المجاورة، ومن بينهم نصف مليون سوري استقبلتهم مصر كأشقاء يلقون معاملة المصريين فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والسكن. فخلال مشاركته الأولى ترأس الرئيس السيسي وفد مصر لحضور قمة الأمم المتحدة وألقى كلمة المجموعة العربية في مؤتمر المناخ الذي عقد على هامش الاجتماعات. وخلال اجتماعه مع سكرتير عام الأمم المتحدة آنذاك أعرب بان كي مون عن دعم الأمم المتحدة الكامل لمصر وكذلك في جهودها لمكافحة الإرهاب، كما حيى الجهود الدؤوبة التي تقوم بها مصر في منطقة الشرق الأوسط. أما المشاركة الثانية للرئيس السيسي فشهدت نشاطا مكثفا خلال رئاسته لوفد مصر المشارك في أعمال الدورة 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة استكمالا للجهد الذي بذله في العام السابق. سيد الرئيس، السيدات والسادة، يدرك الشعب المصري وأدرك من واقع المسؤولية التي أتحملها منذ انتخاب رئيسا أن تحقيق أهدافنا بدأ ببناء دولة مدنية ديمقراطية في ظل المبادئ التي سعينا إليها من خلال الالتزام بخارطة المستقبل والتي توافقت عليها القوى الوطنية والتي تكتمل بإجراء الانتخابات البرلمانية بعد أن قال الشعب المصري كلمته
وعبر عن إرادته الحرة في الانتخابات الرئاسية ومن قبلها الدستور. فقد اجتمع الرئيس مع 22 من قادة العالم وشارك في 5 قمم فرعية للأمم المتحدة، ولعل أهم لقاءات الرئيس السيسي في نيويورك كانت لتعريف الدوائر الاقتصادية الأمريكية، وخاصة منتدى الأعمال للتفاهم الدولي بالمشروعات التنموية الكبرى في مصر. كما استعرض الرئيس أمام غرفة التجارة الأمريكية جهود الإصلاح الذاتي وجذب الاستثمارات المباشرة. واستطاع الرئيس خلال كل هذه اللقاءات والاجتماعات أن يعيد مصر إلى موقعها الريادي بالمنطقة. وحرص الرئيس السيسي خلال الزيارة على لقاء عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة في المجتمع الأمريكي، شملت الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ومسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين. أما المشاركة الرئاسية الثالثة في اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فشهدت مشاركة وفود من 193 دولة أعضاء في المنظمة الدولية، كان حصادها 20 لقاء وإلقاء 3 كلمات. إذا استمر مصر كما كانت دوما ركيزة أساسية لاستقرار الشرق الأوسط، أخذا في الاعتبار أنها لا تألو جهدا في الاطلاع بدورها الطبيعي في العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. حيث أجرى الرئيس السيسي العديد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من قادة العالم، من أهمها لقاء مرشح الرئاسة الأمريكية حينذاك دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، وترأس اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي واجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها رئيس مصري في قمة مجلس الأمن. ومن المقرر خلال الدورة 72 والتي تبدأ أعمالها الأربعاء المقبل عرض رؤية مصر لمجمل أوضاع المجتمع الدولي وكيفية إرساء دعائم السلام والاستقرار في العالم والشرق الأوسط. هنبقى نتابع معاكم كل الاجتماعات اللي هتتم خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. زي ما بقول لكم ده أهم محفل دولي عالمي يلتقي العالم كله خلال هذه الأيام في نيويورك حيث مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة. واحنا بندخل بنتنقل بين الموضوعات المختلفة في الرياضة، ما فيش شك ان الأهلي لما بيلعب فبيلعب باسم مصر، وما فيش شك كمان انه احيانا بتبقى فيه قسوة على بعض اللاعبين بسبب بعض الاخطاء، مع انك لما تيجي تشوف تاريخ كل عمالقة الكرة ليس في مصر فقط بل في العالم، يعني هتلاقي فيه اخطاء فادحة واخطاء كبيرة جدا. هي كرة القدم كده بتديلك واحيانا ما تديلكش واحيانا ما تمشيش معاك مع المهاجم مع المدافع مع حارس المرمى. أنا بقول ده بمناسبة هجوم شديد من قبل البعض على شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي بسبب بعض الأخطاء التي وقع فيها في مباراة الترجي التونسي. هنا نقعد نسأل نفسنا يا جماعة، يعني هل يستحق شريف هذه القسوة؟ ولا كل لاعبي العالم بتصيبهم هذه الأخطاء كثيرا؟ أنا قلت أسأل الكابتن إكرامي مش لأنه والد شريف إكرامي ومش لأنه كمان وحش أفريقيا واحد من أهم الحراس في أفريقيا، وربما حتى لو العالم قاعد يعد الحراس البارزين يعني هيبقى الكابتن إكرامي من بينهم، مش هسأله كأب يعني هسأله عموما كحارس مرمى، هل ده طبيعي ولا القسوة يمكن انها تكون لها مبررات قوية؟ كابتن إكرامي اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ وائل، ازيك؟ اهلا بيك. اكيد يعني اكيد انت يبقى عندك ألم شخصي شوية بسبب حملة الهجوم، لانه في النهاية شريف ابن الكابتن إكرامي، بس بتتعامل ازاي مع حملات هجوم من هذا النوع يعني، او حتى لما بتيجي تكلم شريف كحارس مرمى وانت يعني عملاق من عمالقة حراس المرمى في النادي الاهلي وعايز تقول له حاول تتفادى هذا الجو النفسي، بتتعامل ازاي مع هذه الاخطاء يا كابتن إكرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وحشني يا استاذ وائل الله يخليك.
وانا كنت بسمع الفقره الخاصه بالادمان. يعني يا ريت لفظ الادمان ده يعني نحيه جانبا ونقول انه مريض، يعني عشان برضه لفظ الادمان دوت بيبقى قاسي. عندك حق. يعني انت محق جدا في ان احنا نستخدم تعبير المريض حتى نساعده في العلاج. يعني يعني حتى كلمه مريض دي بيكون وقعها حسن على طبعا الولد، لانه كلمه مدمن وكان المجتمع بيلفظه وبيشتمه يعني. ف يعني انا بس حبيت انوه يعني على بشكرك على الملاحظه دي. الله يبارك لك. دلوقتي بالنسبه للموضوع يعني شريف، زي ما انت قلت وناس كتير قالت ان حراس المرمى او اللاعبين بيقعوا في اخطاء، والاخطاء دي وارده. وانا يمكن لسه كنت بتفرج من شويه على مباراه ريال مدريد وريال سوسيداد، نفاذ حارس مرمى ريال مدريد اخطا فيها في كره وكانت هدف التعادل لريال سوسيداد، لكن ريال مدريد قدر ان هو يحقق الفوز. يعني الاخطاء وارده في كره القدم، سواء بالنسبه لحارس المرمى او بالنسبه للاعب. انا هنا مش بدافع عن شريف اكرام خالص، لان شريف مش محتاج ان حد يدافع عنه. لو رجعنا بالذاكره شهر مضى، شريف كان بيتشال على الاعلاق و ومحقق بطولة الدوري، محقق بطولة كاس، وعمل انجازات وعمل والحقيقة انقذ الاهلي في مباريات كثيرة. يعني هي الفكرة في ايه بقى؟ الفكرة في اذا كان النقد يبقى نقد بناء ولا نقد هدام. للأسف احنا عندنا في مصر هنا ممكن نطلع واحد سبع سما وفي لحظة ننزله سبع ارض عشان خطأ بيحصل، والخطأ ده وارد بالنسبة لحراس المرمى كلهم. وأنا أخطأت وأنا بلعب، الله يرحمه ثابت البطل أخطأ وشوبر أخطأ، كل الناس بتخطئ، وحراس عالميين بيخطئوا وبيخطئوا أخطاء فادحة وبيخسروا فرقهم بطولات. وفي مصر يعني في حراس مرمى بيخسروا فرقهم بطريقة غريبة جدا، لكن الهجوم عليهم ما بيبقاش زي شريف إكرامي طبعا، لأن الهجوم على شريف ده هجوم مزدوج عشان شريف وعشان ابوه. فانا بقول لك يعني ان الموضوع ده متكرر وخلاص. يعني انت شايف في جزء منه كمان لان ابوه الكابتن اكرامي، وهناك من يعني اما في حاله منافسه سابقه، او هناك يعني من يريد انه يقلل من شان شريف عشان ابوه يعني. وبعدين هو الهجوم على شريف دوت يعني ما بيخص شريف شخصيا، ده بيخص النادي الاهلي، بيخص هدم فريق النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي محقق انجازات في السنوات الاخيره، انجازات كبيره جدا بوجود شريف مع زملاته. فانا بقول لا، انا ما بدافعش عن شريف ومش هدافع عن شريف خالص، لان شريف طبعا ليه شخصيته المستقله وليه ثقته في نفسه. بالتاكيد بس انت هنا بالتاكيد اتكلمت مع شريف بعد الازمه عشان تخليه يعدي منها. بتقول له ايه يا كابتن اكرام؟ هو الحمد لله عدى منها شريف، بعد المباراه بينسى خلاص. بيرمي ورا ظهره، لان في حاجات جايه اهم من اللي فات. يعني لو شريف حارس مرمى تاني، الهجوم اللي بيتعرض له دوت هيبطل كوره، لكن الحمد لله عنده ثقه في نفسه وبيرمي ورا ظهره وبيفكر في اللي جاي، ولو ما عملش كده مش هيقدر يثبت نفسه، ويمكن تعرض لمواقف كتير اكتر من كده في السنوات السابقه، وقدر ان هو يعدي منها الحمد لله بسلام. يعني انا كل اللي قلت له ارمي ورا ظهرك وفكر في اللي جاي وخلاص. يعني السوشيال ميديا ديت احنا متعودين عليها، يعني ده في ناس بتتهاجم بدون يعني انا يعني يمكن هذكر اثنين من اللعيبه الكبار قوي، محمد صلاح والنني، تعرضوا لهجوم كبير جدا. يعني مش عارف ليه. يعني لا، وكلنا بتشوف تلاقي رونالدو يضيع ضربة جزاء وميسي، يعني ده جون ضاع زي بالظبط حارس مرمى تسبب في جون يعني. وبالتالي هنا، ولكن الناس ما يعني ما بتحاولش تشطب هذا اللاعب او تحاول انها تعمل حملة عليه شعواء بهذا الشكل. يعني الثقافة عندنا غير الثقافة في اوروبا خالص. الثقافة في اوروبا طبعا ناس متفتحين وناس على وعي كامل، وعارفين ان ممكن يحصل اخطاء، وعارفين ان ممكن لعيب يبقى مش موفق النهارده يبقى موفق بكره، لكن ما بيفكروش ان هم يهدموا حد يعني. فانا شايف ان الموضوع دوت موضوع متكرر وخلاص يعني. بس يعني ليه عندك احساس ان البعض بيصفي حسابات مع اكرام الاب في ابنه يعني؟
والله بص يعني انا طول عمري ماليش علاقه باي حد خالص، حتى وانا بلعب او انا مدرب دلوقتي ماليش علاقه لا بالصحافه ولا السوشيال ميديا ولا حاجه خالص يعني. فيمكن ده بيكون سبب من الاسباب اللي شريف بيتعرض للهجوم عليها يعني. لكن انا بقول لك ان الموضوع بالنسبه لشريف انتهى الحمد لله، والولد زي الفل ومفيش مشاكل، ونزل النهارده اتمرن لوحده وبكره هيتمرن مع الفرقه وان شاء الله يشارك في المباراه القادمه ان شاء الله. وانت حتى بتتكلم احنا جبنا يعني مجموعه من الاهداف يا جماعه الصعبه جدا اللي هي كانت اهداف محققه وفقا للتعبير اللي شريف اكرامي يعني تصدى ليها. ليه الناس تنسى دي تنسى كل ده؟ وكل الناس يمكن ان تخطئ في مهاجم عملاق بيبقى واقف على خط الجون ويحطها فوق العارضه يعني شفتها كتير. وده وارد في كره القدم. ما هي كره القدم لو ما فيهاش اخطاء مش هتبقى فيها متعه، وهي متعه كره القدم في الاخطاء اللي بتحصل سواء من حارس مرمى سواء من مدافع سواء من مهاجم، هي دي متعه كره القدم يعني. لكن انا بقول لك يا استاذ وائل يعني ايه، مش عايزين نقف كتير عن الجزئيه ديت. عندك حق، بس احنا قلنا نقول هذا الكلام الحقيقه دعما لشريف اكرام، ومن ناحيه تانية كمان ترسيخا لمبدا يا جماعه ان كل الناس هتخطئ، مفيش ملائكه في اي لعبه او في اي مجال يعني. طب انا عايز اسالك سؤال، هل انت مش في بعض الاحيان وانت قاعد قدام الكاميرا خلاص ممكن تخطئ؟ كتير كتير يعني. نخطئ وكتير تقول انا ما كنتش موفق النهارده وانا ما كنتش كويس النهارده ولم اعبر عن القضيه بشكل كويس جدا، واحيانا اقول لا ده انا جبت نتيجه عكسيه. لا بيحدث ذلك كثيرا يعني. لكن الناس ما بتبصش للكلام خالص، هي بس تركيزها على حارس المرمى لما بيخطئ وعلى شريف اكرامي لما بيخطئ وتتعلق له المشان. احنا الموضوع دوت والله العظيم ثلاثه اقسم لك بالله، الموضوع ده يعني خلاص بالنسبه لنا بقى موضوع ورا ظهرنا وموضوع عادي جدا. اللي عايز يهاجم يهاجم، لكن الولد ان شاء الله هيستعيد ثقته في نفسه وهيكمل المشوار ان شاء الله، وهتبقى الامور بالنسبه له كويسه. وانا بقول لك اهو من دلوقتي الناس اللي هاجمت شريف امبارح والنهارده وبيهاجموه على السوشيال ميديا والكلام ده هم برضو اللي هيفخروا بشريف ان شاء الله يعني. ان شاء الله يا كابتن. كمان عايزكم يا جماعه تشوفوا اللعبه دي، كمان وصفت انه يعني من الصعب جدا ومن المستحيل اللي فاتت دي ان حارس مرمى يجيبها، ومع ذلك يعني شفنا مجموعه من الاهداف صعب جدا انها كانت تتصد ونجح شريف اكرامي فيها. كابتن اكرامي انا بشكرك الف شكر، والحقيقه قلنا ده يا جماعه حتى نرسخ قاعده، ما تذبحوش الناس مع الاخطاء يعني، وكان البشر كلها ملائكه يعني، وكان الناس شايفه شغلها كويس جدا، واللعبه دي اللي انت شفتوها دي اللي فاتت دي يعني مش ممكن، ودي لكن الناس تنسى كل ده حينما يزود حارس المرمى عن مرماه كالاسد، ننسى ده لكن نقول ما هو بشر، الكره ما طوعتوش يعني. وانا شفت مهاجمين عمالقه بيبقى واقف على خط الجون يعني هيلمسها بس تدخل الجون يطلعها فوق القايم فوق العارضه. طيب قبل ما اطلع فاصل ونستقبل الفنان الكبير محمد صبحي اللي حواراتنا معاه دائما بتكون كاشفة للكثير من الحقائق وأيضا مثيرة للكثير من القضايا، هاخد بس بسرعة النهاردة صحيفة الأهرام نشرت مجموعة من الوثائق المهمة جدا. هي ليه مهمة؟ لأنه موقف بريطانيا تحديدا موقف لندن تحديدا من الإرهاب موقف غامض جدا يعني، دكاكين الجماعات الإرهابية موجودة في لندن، حتى معظم اللي عاملين لجوء سياسي من المحسوبين على الجماعات الإرهابية هتلاقيهم موجودين في لندن، بالإضافة كمان إلى أن المخابرات البريطانية بتلعب لعبة الاستخدام المتبادل يعني، هي بتستخدمهم شوية، والمخابرات البريطانية تحديدا في التحالف مع الجماعات الإرهابية يعني لها تاريخ طويل. فبنقعد نتأمل في موقف لندن الآن سواء في العلاقة مع قطر أو في العلاقة مع جماعة الإخوان واللعب معاها أحيانا ضد الحكومة المصرية أو ضد مصر. هنا الأهرام نشرت وثائق
صحيح معروف انه المخابرات البريطانيه التي انشات جماعه الاخوان حينما كانت، لان جماعه الاخوان ولدت في الاسماعيليه لما كان الاحتلال الانجليزي موجود، انشاها حسن البنا، وقلنا هذا الكلام كثيرا. لكن طبعا لما يبقى بقى في وثائق جديده، وهذه الوثائق من السفير البريطاني، السفير الانجليزي في عهد الرئيس الراحل انور السادات، كتب تقرير، ديك بيمونت كتب تقرير عن جماعة الإخوان، وقال طب لما تبقى لندن عارفة كده، قال إن جماعة الإخوان عندها جناح جيد التدريب والتسليح لتنفيذ عمليات إرهابية، وقال كمان من بين كل العناصر في المشهد السياسي المصري ربما يكون الإخوان المسلمين حاليا الأكثر غموضا، ولذلك من الصعب الكتابة عنهم بثقة. ده يعني أهم ما قاله، وقال بقى مجموعة فيهم مجموعة من الوثائق التانية، لكن كل الوثائق بتقول إن لندن تعرف جيدا إن الإخوان تنظيم إرهابي منذ نشأته، وإن الإخوان عندها جناح إرهابي مسلح. طب إيه المواقف اللي بتتخذها السلطات البريطانية في ضد مصر كثيرا، أو على الأقل في التحالف مع هذه الجماعات الإرهابية؟ أنا بقول لكم علشان الناس تبص على هذه الوثائق، وكمان إنها تشوف، قلنا كثيرا نعم إن المخابرات البريطانية أنشأت جماعة الإخوان أو ولدت جماعة الإخوان في ظل الاحتلال الانجليزي، ولدت في الاسماعيلية، لكن الوثائق دي خلاص بتقول ان السفير الانجليزي نفسه باعت انه نعم جماعه الاخوان عندها جناح مسلح. خلينا اسال الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد عز الدين الخبير في الشؤون السياسيه والاستراتيجيه. استاذ احمد اهلا بيك. سلام. اهلا بيك استاذ احمد. وانت شويه يعني مهتم جدا بالوثائق، هل هنا الوثائق دي شايفها مهمة، خاصة انه للأسف الشديد السلطات البريطانية تحديدا بتلعب لعبة كده يعني مع كل جماعات الإسلام السياسي ومع الجماعات الإرهابية بشكل واضح؟ يعني كيف تعاملت مع هذه الوثائق؟ بص يا اولا هذه الوثائق تبدأ او الاهتمام في ملاحظتين اساسيتين في الوثائق تبدأ من عام 71 وهو عام تغيير سياسي في مصر، وبالتالي فمنطق كله اللي بتتعامل بيه الوثائق المتتالية بما فيها تقرير السفير مبني على أن هناك تغييرا سياسيا جديدا في مصر هيتسع أو لا يتسع لوجود الإخوان، وإيه دورهم في مكون هذا النظام السياسي. فإذا نحن أمام بحث أكتر من أي حاجة تاني. الأمر الثاني أن التقرير اللي طلبه بارسونز اللي هو كان مدير الإدارة العربية في الخارجية البريطانية في هذا التوقيت من ديك بيمونت اللي هو السفيرهم في القاهرة، مبني على إشارة بطلب من الخارجية الإسرائيلية للخارجية البريطانية. يعني الخارجية الإسرائيلية هي اللي بعتت لبارسونز سفير البريطاني في إسرائيل، أرسل إليه يقول أن السلطات في إسرائيل تسأل، تريد أن تعرف وضع الإخوان في الحياة السياسية في النظام الجديد مع الرئيس أنور السادات. فديك بيمونت كتب هذا التقرير بناء على الإشارة التي وردت له من مدير الإدارة العربية، بناء على الإشارة التي وردت الأخير من الخارجية الإسرائيلية. إذن كان هناك اهتمام بريطاني إسرائيلي مشترك بالنظام الجديد بعد موت جمال عبد الناصر، وما إذا كان الإخوان سيشكلون قوة في هذا النظام ولا لا. ده قصة البحث. أول الأمر الثاني فيما يتعلق بأن البريطانيين يدركون أن هناك تنظيم سري وأنه مسلح، ده موجود في الوثائق البريطانية نفسها اللي قبل 51 اللي قبل 52. أضرب لك مثل. الملف بتاع قتل النقراشي وجد في ملف وقد ترجم الى البريطانية وحصل عليه السفير البريطاني، والبريطانيين كانوا يحكمون مصر في هذا التوقيت، وجد فيه فتوى هي فتوى دماء ايضا لقتل النقراشي، نصها علينا الا نتردد في الاستعانة بسنة رسول الله في اغتيال اعدائه.
فتوى موجودة في هذا الملف جمع البريطانيين، إذن هم يعرفون أكثر من هذا. قبل ثورة مين في حرب 48، وهي الحرب التي مثلت في الحقيقة دور حرب أفغانستان بالنسبة للجماعات الإرهابية، بحكم أن الإخوان تدربوا وحصلوا على سلاح، كان من بين السلاح الذي قدم إليهم سلاح بريطاني في مخازن خاص في هذا التوقيت. لكن ما يلفت نظرك في التقرير بعد كده حاجات ينبغي يعني أتوقف منها. يعني مثلا ما يقولك إيه، أنا مبرر وجود الإخوان هو أنهم رد فعل مناهض للاتجاهات الغربية والعلمانية. هذا الكلام ليس صحيحا بالمرة. لم يكن وجود الإخوان ولا صعودهم في الحياة السياسية، لا في بعد صعود رئيس السادات والمصالحة التي تمت معهم، ولا مع حزب الوفد في الحرب العالمية في خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، ولا حتى فيما بعد ذلك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وإعادة تحالفهم الأساسي مع الملك فاروق. ما كانش فيه ده كله، السبب هو الاتجاهات الغربية. الإخوان يتحالفون مع أي قوة أيا كانت، أيا كان اتجاه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري، بما يعطيهم إمكانية لأن يصبحوا قوة ثم ينقلوا تحالفاتهم إلى قوة جديدة. التقرير أيضا مثلا من ضمن الحاجات المهمة فيه لما بيتكلم عن المؤامرة الإخوان اللي تمت في 65، في عام 65 اللي كان فيها اغتيال شخصيات عامة وتفجير قنابل إلى آخره، ولا ملف موجود، بيقول بغض النظر عن ضلوعهم المزعوم في مؤامرة، في مؤامرة النظام عام 56، بيتكلم مثلا يعني في قصد أقولك في حقائق غير تاريخية، بيتكلم مثلا عن أن السادات رئيس السادات كان وسيطا بين الإخوان وبين مجلس خاتم، وهذا ليس صحيحا، لم يكن هذا دوره. الحقيقة هو لعب مرة دائرة الوساطة بين حسن البنا نفسه وبين الملك في عام 45. فعايز اقول لك، لكن الجزء الخاص بالتنظيم السري طبعا جاحظ واضح باين، الكلام عن انهم جيد التسليح وان لديهم تدريب جيد طبعا قائم وواضح. بشكر حضرتك استاذ احمد عز الدين، الف شكر. هو ده اهم ما في التقرير، والاهم بقى هو السؤال يعني، طيب السلطات البريطانيه لماذا تلعب ضدنا بهذا الشكل؟ لماذا تتخذ بعض المواقف يعني؟ طب ما هي عارفة كويس قوي انه جماعة الاخوان هي جماعة ارهابية وعندها جناح مسلح، وبالتالي هنا يعني كان يجب ان تتعامل حتى مع ثورة 30/6 بشكل مختلف. طب حتى ما بعد 30/6، حتى الان يعني، لماذا تقيم جسورا من الاتصالات والعلاقات مع الجماعات الارهابية؟ ولماذا تلعب لعبة شد الحبل مع الحكومة المصرية بهذا الشكل يعني، مع أنها تعلم أن مصر تواجه إرهابا مسلحا واضحا؟ بعد الفاصل هنستقبل الفنان الكبير الأستاذ محمد صبحي، وهنتكلم معاه في قضايا مهمة جدا كالعادة بين الفن والسياسة. مشاهدينا نحييكم من جديد في كل لقاء معه، أؤكد دائما أنني لا أحتاج إلى مقدمات، دائما كل اللقاءات مع الفنان الكبير محمد صبحي أنا بعتبرها أنها بمثابة حوار مع العقل ومع الضمير ومع الوجدان. الفنان الكبير محمد صبحي، أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ وائل، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. فضلت مستنيك كتير والله. والله يعني عشان كده انا سعيد كمان ان البدايات تكون حضرتك موجود معنا فيها. سعيدني والله، انت عارف انه بسعد بيك دايما والله. اشكرك الله يخليك. خلينا ابدا كده ببعض القضايا اللي اثيرت خلال الايام القليله الماضيه، واللي كان يعني محمد صبحي عنوانا اساسيا فيها. لقيتك عندك غضب شديد قوي من بعض الذين هاجموك بسبب السفر الى سوريا، لماذا؟ لا انا لم اغضب، انا يمكن حزنت جدا لانك تختلف معايا بوقاحة وبقلة ادب، ان حد يبقى مختلف معاك ويطول لسانه ويقل ادبه، وعلى فكرة تحت اسم اسلاميين
اسلاميين وهو يعني اسلاميين ويطلع الفاظ ويقول الفاظ مرعبه ما ينفعش تقال يعني. طب انت مختلف اوكي، انما انا ما غضبتش ابدا، انا ضحكت. ليه ضحكت؟ لان اتفصل لي اقوال من فيديوهات زي طريقه الطريقه اللي عارفينها، ياخد حتت ويركبها على بعض كده وحاجه تضحك يعني. انما طلع الشعب المصري كله عارف بيت بشار، وعارف حتى الديكور، وعارف وعارف زوجته، عارفها بدليل انهم قالوا على نجاح العطار دي زوجة بشار، محمد صبحي راح يقابل اسرته. اولا الرئيس بشار هو رئيس سوريا. والدعوه اللي توجهت لي انا قلت ان الشعب السوري انا معتبرها انها من الشعب السوري، والشعب السوري تحت مظله نظام. انا ارفض اي تدخل في بلدي من اي مواطن مش مصري ملوش الحق انه يتدخل في بلدي. مظبوط ولا لا؟ طبعا ارفضها يعني. وانا كذلك لا استطيع ان اتدخل في نظام لاني مش سياسي، انا مش وزير مصر خارجيه مصر. يعني كم فنان راحوا بقى؟ حاجه بتاعت 300 فنان من كل الوطن العربي، وصحفيين واعلاميين مش عايز اقول اسماء يعني. ما فيش غير محمد صبحي. ارتكبت جريمه يعني. انا اللي بقول لك، انا لو كنت رحت اسرائيل على فكره الناس دول كانوا ما علقوش، لانهم خونه. خونه طبعا. هم يتمنوا ان سوريا تقع. هتقع ازاي؟ شيل النظام ايا كان بقى، انا ماليش دعوه، ما بقيمش النظام. انما اسقط النظام، لان هم هيهربوا فين؟ ما هو كل شويه بيهربوا، ما هو البلاد بتقفل عليهم. هم دلوقتي هيبقوا في تركيا، في قطر، عايزين جبهات تبقى مفتوحة عشان يقدروا يروحوا لها يعني. انما انا راجل حر، انا فنان، انا لست سياسيا، ولكني مهموم بقضايا وطني. الحلقة اللي عملتها في مصر هنا في مفيش مشكلة خالص، اللي هي في حب سوريا، جمعت الجالية السورية في مصر عشان اقول يا اخوانا خدوا بالكوا، الناس دول خرجوا من بلادهم مشردين وبيعانوا من الغربة، جم في حضن مصر البلد الوحيدة اللي لم تصنع أي مخيم لأي لاجئ. استقبلت هذه الجاليات العربية، البلد الوحيدة على الإطلاق. إنها يعني لم تشحنهم في مخيمات. بالضبط. كويس. ولكن كان شرف عظيم إن نتعرف على الجالية السورية في مصر. كلهم أنشأوا صناعات جبارة في مصر. شغلوا آلاف العمالة المصرية في مصر، لدرجة إن أنا في الحلقة قلت لهم إيه ده إيه ده؟ ده انتوا جايين تحلوا لنا مشكلتنا احنا، مش بيحلوا مشكلتهم هم. فكان رد جميل. رد جميل من السوريين. الحلقه زي ما مست المصريين واسعدتهم اسعدت السوريين في سوريا لما شافوها. فتوجهت لي دعوه. هي من ورا النظام؟ انا مالي؟ انا جات لي دعوه من مهرجان دمشق الدولي. انا اؤمن وادفع حياتي ثمن ان سوريا ما تتقسمش. ويجب ان نقرا التاريخ، ويجب ان نكون واعيين لده. سوريا لو اتقسمت ليست امن قومي بس لمصر، زي ليبيا احنا جاره، ليبيا حدود واحده مش كده؟ اخطر. تاريخ بيقول ده. فانا ماليش علاقه بالنظام، انا ليا سوريا ما تتقسمش، وسوريا في طريقها الى التقسيم لا قدر الله. كل المحاولات، انت عندك كام جهه بتلعب في سوريا؟ عندك تركيا والاتحاد وروسيا والنصرة والاسلامي، عدد كبير من دول العالم، وداعش يعني. وداعش و و و و كل واحد عايز حته، وتركيا عايزه حته، وايران عايزه حته، وده عايز حته. احنا مش واعيين بده. فانا ليه عملت الحلقه في مفيش مشكله خالص؟ انا عملتها لما لقيت في صمت عربي، مش من الحكومات، من المواطنين العاديين. لا يوجد اي تعاطف مع القتلى والشهداء واللي ماتوا واللي شردوا، وهو مفيش تعاطف، يخاف يتكلم عن تعاطف، الا يتحسب على النظام او يتحسب مش عارف على ايه. الحسابات اياه، انا ما عنديش هذه الحسابات. انا بضميري وبوعي، ايوه من حقي اروح سوريا واطبطب على الشعب السوري واحتضنه واحس بفرحته لاول مره من 7 سنين بيفتح معرض دمشق الدولي. ده ما كانش حاجة قليلة، كان حاجة كبيرة على مستوى عالي يعني. غنت فيها أم كلثوم، وغنى عبد الحليم، وغنت فايزة وفيروز. إذا كان أخوانا يعني راحوا سوريا،
طب وانت بقى لو انت سوري معارض، ما يا شاوس روحوا انتوا خلصوا البلد دي من نظام، انا مالي، انا مش رايح احارب. يقول لك ايه، طب انت رحت دمشق ما رحتش حلب ليه؟ لا تعالى احجز طياره على حسابي وتعالوا معايا، عايزين تروحوا مكان الضرب واللي فيها دواعش واللي فيها بتاع، تعالوا معايا اجيب لكم طياره على حسابي. انما انا حزين لهذا الجهل، ده جهل. ليبيا وسوريا والعراق واليمن، من المحزن البلاد دي هتتقسم، هنبقى عيضه، منظرنا عيضه. فاحنا نحافظ على سوريا والشعب السوري بعد كده اختار، روح انت بقى قاوم النظام، غير النظام. بشار الاسد زي اي رئيس دوله مهدده بدواعش وبارهاب، وهو ممكن يبقى اخطا ومخطئ، انا ما قيموش. انا ضيف على سوريا وضيف على الشعب السوري. ورحله اقل من 48 ساعه، اقل من 48 ساعه بس. هم انت بتقول ليه محمد صبح، خلينا انوب عن الغير يعني. وانا من الذين راجعوا مواقفهم حتى مما حدث في سوريا، كنا نعتقد انها ثوره، ثم اكتشفنا ان الجماعات الارهابيه التكفيريه اختطفتها. انا اسف هو الشعب السوري ده ما عاشش ما حدث في العراق. الامريكان اللي قالوا هندي الحريات ونعمل طرق ونعمل مدارس ونهتم باطفال العراق المظلومين، لو كانت العراق بقت عظيمه، والله العظيم انا هبقى مع اي دوله تخلص من اي نظام. ولكن احنا شفنا الحضاره العظيمه وسادس قوه عسكريه في العالم اتمحت واتمسحت. من مين؟ من من كتير، مش هقول كل، من كتير اللي جم على الدبابات الامريكيه اللي عاشوا في امريكا وجايين يعملوا معارضه للعراق. في حاجه اسمها معارضه مسلحه يا استاذ وائل؟ سمعنا عن معارضه مسلحه؟ لا، هي المعارضه اذا حملت السلاح لم طيب تعد معارضه. في سوريا في معارضه مسلحه. والجيش الديمقراطي والجيش مش عارف ايه والجيش الرسمي بتاع النظام بتاع الجيش السوري بيناضل لغايه النهارده علشان سوريا ما تقسمش وما تحتلش. وهي من اكبر الخطايا التي ارتكبت هي عسكره الثوره في سوريا يعني. طبعا في بدايات طبعا. يعني اذا كان في شباب غاضب له مطالب، لكن ايوه هو مش مسموح لاي شعب انه يعاني من نظام ويطالب بتغييره، ده حق مشروع. ولكن زي ما كان هيحصل في مصر، ولكن ان تفكر في هدم مصر اللي كان يقول لك يطلعوا في التلفزيونات الاساتذه المثقفين والنخبه، يقول لك بص احنا عايزين نهدها ونجيبها على الارض علشان نبني على نظافه، شغل قهاوي. ده شغل قهاوي. وهتبني ايه بعد كده لما لا هقول لك حاجه بس. انت عارف لما انا قلتها في اول شهر من الثوره على قناه الحقيقه، افتكر يعني، فاول قلت كان مش عارف مين، قلت لهم في ناس بتسرق بنك واحنا قاعدين على القهوه. لا البنك المصري هيتسرق، ما ينفعش، يقوموا. وقمنا ضربناهم وخدنا منهم المفاتيح وفتحنا احنا وسرقنا. هذه كل العالم على فكره، في العالم احنا السياسه بلا شرف. السياسه بلا شرف طبعا، ما فيش حاجه اسمها شرف، ما فيش حاجه اسمها شرف في السياسه. وكمان في حاجه اسمها مصالح. لما الولايات المتحده الامريكيه تسعى لمصالحها ده حق مشروع، مظبوط؟ لكن لما تسعى لمصالحها بضربك انت، ده مش حق مشروع، ده مش ماهاش مصالح. كويس. تقدر تقول لي يعني ايه انا بتفاهم مع امريكا على ان قطر يا كسكيليا يعني دي ارهابيه؟ هذا عقل؟ احنا مش واعيين ان اللي صنع قطر كذراع للارهاب هي امريكا؟ هي امريكا. يعني تتصور ده ازاي؟ تتصور ان دوله عظمى يبقى لها قاعده عسكريه في بلد صغيره ما بتذلهاش؟ اللي يقول لك السياده ده بتذلها، قاعده عسكريه موجوده في قطر وقطر بتفرد دراعاتها عشان في قاعده عسكريه امريكيه. في دوله عظمى تبقى حاطه قاعده عندك وتقبل لجيش دولتين معاديين ليها، يخش الجيش التركي ويخش الحرس الثوري الايراني يعملوا قاعدتين، وتسمع انباء في امريكا يقول لك لا احنا هننقل القاعده العسكريه من قطر، عارف ليه؟ عشان يسيبوا الساحه بقى
خش بقى كل الجيوش دي عشان يصنعوا الحرب القادمة في تبدأ من الخليج. وافتكر الكلام ده عشان هيبقى مسجل وتوجه لكل المنطقة العربية لكل المنطقة العربية. فأنا عايز أقول بس إيه اللي زعلان قوي من زيارة لمواطن مصري أو فنان مصري ويتبلى عليه انه راح يقابل الرئيس بشار ولا اسره الرئيس بشار. على فكره لو كان الرئيس بشار دعاني طب لو كان دعاك يعني لو يعني ربما هو حلو قوي يعني انا هقول اسم لك كبير زي محمد صلاح ربما وجد حرجا شويه فقال يعني هقول لك حاجه. انا رحت اعرض ماما امريكا في بغداد واتبرعت ب 22 حفله للاطفال مرضى الرعاش من اثار الحرب. انا اول واحد عمل بيان في حرب الخليج لاجتياح صدام حسين الكويت ونددت بده وكان شيء مؤلم لان عارف ان هو ده مسمار في نعش العروبه كلمه عروبه خلاص بقى كل دوله عامله حساب الثانيه. فكانت جريمه كبرى ان العراق تخش الكويت. بس بعد كده 7 سنين 8 سنين الشعب العراقي بيموت مش صدام بقى ده الشعب العراقي بيموت. فلما اروح اعرض ماما امريكا هناك عشان لصالح الشعب العراقي فطلع اشاعه عرفت ده بعد اللقاء اشاعه في سي ان 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 صدام قتل. فصدام يعمل ايه؟ بدل ما يطلع ويقول لا انا موجود قال لك ادعوا فرقه محمد صبحي عشان اشكرهم واحييهم على العروض اللي عملوها في بغداد ويتذاع على الفضائيه العراقيه فيثبت ان هو موجود. ورحت قابلت صدام حسين وكلمت معاه مع الفرقه كلها. انت قابلت فقط ولا عرضت المسرحيه في القصر الرئيسي؟ لا في مسرح بغداد. مسرح بغداد وقابلته بعد كده بالفرقه كلها وقعدنا بالظبط 45 دقيقه ودي اللي اتذاعت على وحتى قلت ايه انت راجل زعيم ولازم تقرب من مصر كان هو لا ما يجيبش اسم مبارك على لسانه. فقلت له ده كان سنه كام بالظبط؟ ده كان 99 2000 قبل الحرب 3 سنين او سنتين. فقلت له قرب يعني صلح مساله الكويت وكده احنا المواضيع دي لازم تخلص. وكمان كان منظوري ان ايوه في جريمه حصلت ضد الكويت بس الشعب العراقي ذنبه ايه؟ لما تيجي تلخص ده بقى في الاخر تلاقي انك تسال السؤال ده النهارده راحت. بس هو قال لك ايه الحوار اللي دار كمان يعني بين صدام قال ان الشعب المصري شعب عزيز وفي الاخر قلت له لا مش شعب بس شعب وقياده. عايز يفصل يعني بين الشعب قلت له شعب وقياده يعني انت هنا لم تقبل حتى بالزبط. المساس طبعًا. بالقياده طبعًا. المصريه طبعًا. فقال لي تحياتي للشعب المصري وتحياتي الى القائد والرئيس محمد حسني مبارك. كان اول مره السفير المصري قاعد معانا كان اول مره يحصل ده. وانا بقول لك مش سياسي وحتى قلتها له كده قلت له انا مش بتاع سياسه بس انا بقول كمواطن عربي لما يحصل انشقاق او خطا انا بقول من الخطا نعاقب الشعب العراقي وكمان من الخطا ان احنا نرتكب جريمه ضد الشعب الكويتي. ده دوري كويس وتقبله مني كويس. فلما تقول لي بشار أو وهجمت انت وقتها في الخليج كثيرا كمان لانك طبعا رحت اسرائيل سلمت على شارون واللي في الخليج هم قعدوا مع شارون اصلا ومن تحت الترابيزه وبيقابلوا الاخوه او الاصدقاء الحميمين مش مشكله بس انا الحقيقه الحاجات دي مسجله. ده النعمه تكنولوجيا الفيديو ده نعمه. لما مفيد فوزي واقف على باب التلفزيون المصري ساعه ضرب الكويت وكنت انا خارج من التلفزيون واقف قال لي محمد صبحي تقول ايه كذا اسمع بقى اللي انا قلته. بس انا بفصل هنا بين شعب العراق وبين الرئيس اللي هم بقى يموتوه يشيلوه يعملوا اي حاجه. ده شعب ده الشعب. لو الرئيس بشار فرضا دعاني لو دعاك لزيارته هم عايزين اقول له ايه بقى انت قاتل ومجرم وبتاع لا يعني انا هقول له بقى ادعي لي كل اللي قتلوا في الشعب السوري عشان تبقى وليمه واحده واقابلكم كلكم. فاهم قصدي ايه؟ لان من الخطا انك تقول ان الجيش السوري او النظام قتل السوريين ودبح السوريين وما بتتكلمش لا على النصره ولا على داعش ولا على فاهم قصدي ايه؟ ما بتتكلمش على اي طرف اخر. ده صراعات مرعبه داخل سوريا.
على فكرة وقد تحدث أخطاء من النظام ويتقتل ناس ويموت ناس شهداء. أيوة بس دي مش قضيتي. أنا مش رايح عشان أقابل النظام ولا مدعو علشان أقابل رئيس الدولة. اه بس يعني اللي هاجموك تعاملوا معاه على ان اسم كبير زي محمد صبحي انما كذب. يذهب الى سوريا لا. فهو هنا لا. يدعم لا ثانيه واحده لا لا يا ريت بشار الاسد انا موافق يعني موافق بقى محمد صبحي ده مخضبطان بدماء الشهداء من و... انا هقول لك ده يحترم ده نحترمه اللي يقول انا مختلف مع الفنان محمد صبحي لانه زار سوريا لانه كده بيدعم النظام انا موافق اتفهم ده انما لا ده اول ما نزل من الطياره راح لاسره بشار يسلم عليهم ويبوسهم ويحضنهم وحاجات زي كده ما اعرفش شافوها فين كويس ايوه انا قابلت وزير السياحه ووزرت قابلت المفتي وقابلت الدكتوره نجاح الموجي لان بقول لك علاقتي بيها من 20 سنه ولما كانت وزير السياحه نجاح العطار انا اسف ما حدش هيحكمني في تصرفاتي يا استاذ وائل ليه؟ لان لا مؤاخذه دول جهله. لان هم هاممهم يتقتل الشعب السوري ما حدش فيهم فتح بقه. يتقتل الشعب السوري يتاجروا بشهداء الشعب السوري لاسقاط النظام، دي مشكلتكم. هي نفس مشكله مصر. هو مش عايز يوقع النظام بس، ده عايز يهد مصر. هم دول اللي كانوا عايزين يهدوا مصر، هم اللي شافوا في السفريه دي شيء مرعب. ده واحده اتشنجت واحدة معروفة اخوانية يعني عايشة برا يا مجرم يا مجرم وانا طبعا تتفرج على ده تضحك ولما يجيبوا لك بقى ايه يقول لك ايه قال ايه عن حسني مبارك فيشيلوا الباقي فانا قلت ايه انا اتمنى ان حسني مبارك يحكمنا مدى الحياة واقطع يقول لك شفت بيطبل لحسني مبارك نزلتها بقى نزلت الفيديو الحقيقي بعديها قلت ايه بشرط انه يصلح المادة 77 ان يكون الرئيس اللي بعديه نستحمله مدتين بدل ما نتدبس في 30 سنة ده في عصر مبارك اللي ما كانش فيه اي بني ادم يجرؤ نفتح بقه ده في 2009 فالفيديو مشاهدين ده مرسي قلت لازم نحترم الصندوق احنا مش من عايزين ديمقراطية بنتكلم عن ديمقراطية هجي الراجل بالصندوق هنحترم انه جه رئيس لمصر خلاص ولكن انه يطلع في اول خطاب شالوا بقى اللي انا هقوله لك ده انه يطلع في اول خطاب ويحيي كل المحافظات ويحيي بتوع التوك توك وما يتكلمش عن المثقفين ولا المفكرين ولا الفنانين ده في برنامج مع عمرو دياب قلت له لا انا حزنت وزعلت وانا بطلبه لو هو قال اذا كنت نسيت حد فانا مصدقه هو سهو عليه هو اعتذر بعدها فبعدها في اول خطاب بعدها طلع وقال انا فعلا نسيت ان اشيد بدور الفن والمثقفين ومتاعه فقلت له لما طلع بقى وصلح ده انا اعتبره رجل شجاع هم هدفهم من المقتطفات بس انا عايز اقول لك حاجه استاذ وائل هو انا النهارده مش ممكن اكلمك في التليفون واقول لك انت عملت حلقه رائعه وبعد حلقتين اتنين تلاته اكلمك واقول لك ايه الهباب اللي انت عملته ده طبعا مش كده ولسه لا هم عايزين كابتن اكرامي ده هو بيسالني يعني مش انت كمان ممكن تغلط لا قصدي انت حسني مبارك انا طلعت وقلت لك في اول ثوره مفيش حاجه اسمها 30 سنه دمار يا اخوانا بالراحه الدمار ده متراكم كل رئيس له حسنات وله سيئات وقد تكون سيئات كبيره ولكن حسني مبارك لغايه 97 لما تجيب الكلام اللي احنا بنقوله كل الناس اللي قالته على حسني مبارك عمل اشياء ما اتعملتش قبل كده فعلا لدرجه انا مش عايز اقول التسميه بس سميناه محمد كذا الكباري والطرق والتليفون بقى يخش البيوت و من 97 اتغير راينا اول ما بدا مشروع التوريث احنا بقينا انتي بس ما اتهمنهوش بالخيانه يا راجل ده في ميدان التحرير قعدوا يقسموا ال 70 مليار اللي سرقهم بالكلكليتور كل مواطن هياخد كام؟ واخد بالك؟ الرئيس السيسي يقول لك بيطبل للرئيس السيسي انتوا عايزين نهاجمه؟ يعني انت هتبسط قوي لما اطلع في برنامج وهاجم الرئيس السيسي انا احترم اي رئيس جه لمصر لغايه لما اشوف منه سوقاته لما الاقي حاجه عظيمه اتعملت للشعب المصري مش ليا لازم اطبل لها وطنطل لها لان شيء عظيم علشان احمس هذا الرجل انه يصنع زيها انما لما يحصل غلط بطلع اقول ده غلط ورافضينه انا الوحيد اللي في 2010 اتسالت على الهوى عن التوريث برنامج عمرو اديب
ايه رايك في فنان قال كذا 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 انه موافق يا ريت جاب له مباراه؟ قلت له لا انا ما بطبلش وانا ضد التوريث وانا لا اورث. ده في الوقت اللي ما حدش كان بيقول الكلام ده وتعاقبت على ده فاهم. انما انا ما توقفليش مسرحيه، ما توقفش فيلم في مصر، ما توقفش اي عمل فني يتقدم انت للنظام ايام مبارك، ما وقفش، ما حدش منعه. كان كل واحد بيطلع يقول اللي هو عايزه في الاعلام زي اللي بقوله لك ده موجود على يوتيوب. كويس. فانا هو الهدف من هذه بس اكمل بس أجزاء. اكمل بس ده بالنسبه للرئيس السيسي لما اقول انه جه في موعده مع القدر لانقاذ هذا الوطن من دمار احنا فاهمين متصورينه كان يحصل ايه، ده حقيقي. كونه بقى يرشح نفسه رئيس جمهوريه ولا ما رشحش، انا كان ليا راي وقلته موجود على اليوتيوب بس ما يجيبهوش. قلت انا اتمنى ان يظل الرئيس السيسي رمزا شعبيا ورمزا جماهيريا ورمزا وطنيا ويفضل رئيس القوات المسلحه. لو رشح نفسه كان معتز دلوقتي. قال لي طب لو رشح نفسه؟ قلت له ما اقدرش اقول لك انا هديله صوتي ولا لا، لازم اشوف مين اللي هيرشح نفسه جنبي، لو لقيت احسن منه هرشح الاحسن. كلام فير وواضح كويس. انا لما يبقى الرئيس السيسي بيعمل قرارات هرب منها كل زعماء اللي قبليه لان هيخسروا شعبيتهم، فهو اتخذ قرارات كبيره وضخمه نختلف معاه عليها، او ممكن اختلف معاه على ان ده في تايم قليل كان ممكن يتعمل ابرح من كده عشان ما يضغطش على طبقه فقيره مطحونه. ها هو فضل انه ممكن يضحي شعبيته وما يضحيش بمستقبل البلد دي ومقدراتها، ده رايه. فلما اقول لك يا استاذ وائل ان الراجل ده خد قرارات هيخلي الرئيس القادم ما عندوش حاجه يعملها من القرارات دي، خلاص ده انت عملت القرارات الصعبه اللي هي عارفينها، انك تشيل الدعم وانك فانت قلت اي رئيس سياتي بعده هيبقى مستريح. يعني مش حاجة يعملها ما عنده، لا اصل مش حاجه يعملها يعني معناها ان الراجل ده عمل كل حاجه. لا، انه خد القرارات الصعبه بدل ما ياجلها للرئيس القادم ويبقى شوفوني ويبقى حابب نفسه ومش عايز يخسر جماهيريته، هو ده اللي حصل من الرؤساء قبل كده. فيقول لك شوف التطبيل. انا في مجتمع ونخلي بالنا في المجتمع العربي الجهل آفته الكبرى. خمس معادلات مشكلتنا يا استاذ وائل، خمس معادلات القاسم المشترك الاعظم فيهم حاجه واحده، وخد بالك من الخمس معادلات. الجهل زائد فقر يؤدي الجريمه، الجهل زائد ثراء يؤدي الفساد، الجهل زائد حريه يؤدي الفوضى، جهل زائد سلطه يؤدي الاستبداد، جهل زائد دين يؤدي الارهاب. هم دول الخمس مشاكل اللي عندنا وسببهم الجهل. وعشان كده وبالفعل هو ده ما نعانيه في المجتمع والجهل والقاسم المشترك بالظبط. طيب هطلع فاصل بس ممكن استاذنك بس يعني بلاش تعملني كوزير خارجيه النهارده ونتكلم في الفن بس. ما احنا نتكلم ما بين السياسه والفن يعني، لانه كمان خدنا السياسه. لولا قيمه محمد صبحي الكبيره ربما يعني ما التفت البعض الى انه احنا نسميها مين هموم، نسميها هموم يعني او وعي، وعي سياسي يعني. احنا خلصنا فن بقى يعني خلصنا لا لسه اللي انت قلته ده محتاج بس بعض الاسئله عشان انوب عن بعض الذين يعني هاجموه، وحتى كان بينهم الفنان فاروق الفيشاوي يعني. لا ما سمعتوش في كل الاحوال يعني. يعني اصلا هقول لك بس بالنسبه لفاروق الفيشاوي انا اتقال لي في في البي بي سي اتقال لي ان فاروق الفيشاوي قال كذا، قلت له انا ما سمعتش، بس لو قال كده وقال ده خيانه لدماء الشهداء حلو أوي. وقال انه عمل زي كده واخطا لو قال كده هو اتعمل له برضه بلاوي لما راح العراق وقالوا ده بيشيع وبتاع وحاجه زي كده. انا بقول فاروق الفيشاوي رجل ناضج، واذا كان قال كده انا مسامحه لعدم وعيه. انت كده بتتهمه بعدم الوعي؟ طبعا ايوه، لو قال كده يبقى عدم وعي. ده مغازلة، عارف زي ايه بالظبط؟ ان انا ما حطيتش في حساباتي ان اتهم ان رايح اقيد النظام، انا رحت لسوريا للشعب السوري كويس. هو بقى قال لك ايه اكسب بقى ايه اللي انتقده محمد صبحي، ده عيب بين الفنانين. لو كان قال كده انا مش مصدق
فلو قال كده يبقى ده مش وعي. ليه؟ لان انا ما روحتش علشان اشمت او افرح في الشهداء، انا رايح لشعب حي وعايز يحيا. الشهداء ماتوا بس موتهم وتمن حياتهم سوريا تفضل زي ما هي، وسوريا تبقى موحدة مش مقسمة. فبلاش نتاجر على بعض. لو فاروق الفيشاوي كده انا بقول له على الهوى بلاش نتاجر على بعض لانك مش قدي. بس لو عايز يعمل مداخلة يا ريت علشان تناقش. طيب ويا ريت طبعا احنا بنحاول نشوف الاستاذ فاروق الفيشاوي عشان نوضح ده، وبعد الفاصل هنكمل معاكم، لان الحقيقه زي ما بقول لكم انه محطات في غايه الاهميه ما بين السياسه والفن. مشاهدينا نحييكم من جديد. الفنان الكبير محمد صبحي يتحدث بوضوح ما بين السياسة والفن. طيب هنا البعض ما هيقول استاذ محمد ان ايه اللي يدخل، ايه اللي يقحم الفنان في مناطق فيها خلافات سياسية؟ هيخسر قطاعا من الجمهور، بمعنى ان في فنانين يقول لك اذكياء، في فنانين يلبث في الدورة في الرحلة دي. في فنانين رفضوا بعد ما وافقوا رجعوا في كلامهم في الرحلة بتاعتك. ايوه بعد ما وافقوا فنانين كبار من مصر. ايوه زي مين؟ لا لا اصلهم رفضوا يعني. لا 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 معلش لا ما يصحش. انا بس عايز اقول لك حاجة. هي دي مشكلتنا، ان تقيم موقفك هتكسب ايه وتخسر ايه. انا مواقفي ما بحسبش هكسب ايه ولا اخسر ايه، ولا تقول الرأي ده هيخسرني شوية جمهور. أنا بقول لا، ما هو طبعا ومش هيقول المسرح زي بالظبط انت اهلاوي ولا زملكاوي. في فنانين كتير لغاية النهاردة يخاف على الهواء او في برنامج يقول لك انا اهلاوي او زملكاوي عشان ما يخسرش فعلا. انا بقول من طول عمري انا اهلاوي، ده مش معناه ان بكره الزمالك. بس هقول لك حاجة، الاستاذ فاروق الفيشاوي على فكرة ده من الفنانين اللي انا بحبهم جدا. استاذ فاروق الفيشاوي راح سوريا قبل مني. ما هو قال انا يعني انا بعترف بهذا الخطأ، يعني راح سوريا مع الفنانة إلهام والفنانة يسرى. إلهام شاهين يعني هل يصح ان هو يتهمهم بالخيانة؟ انا ما اشوفش في زيارة فاروق الفيشاوي لسوريا اي نوع من انواع الخيانة لاتنين مليون شهيد، يعني مش لهذه الدرجة. ولكننا مين اللي بكى؟ احنا بكينا في الطفل ألان ومحدش اتكلم عليه، محدش اتكلم على اللي تهجروا. على فكرة أكتر من الشهداء اللي عايشين بلا مية ولا أكل ولا شرب وفي رعب واغتصاب من دواعش، إحنا ليه ما بنرحمش هذا الشعب؟ أنتوا إحنا هنتاجر بالشهداء دول لغاية إمتى؟ لذلك أنا مثلا بنتكلم على شهدائنا في مصر ضحايا الإرهاب. أنا بقول أكبر شيء عظيم من الشهداء دول أن يرونا يروا مصر كما تمنوها، هو ده التمن بتاع حياتهم. فتعالوا احنا الاحياء نخلي مصر عظيمه عشان ما يبقاش ارواحهم راحت هدر، خد بالك. فانت بتتكلم ايه؟ وانا رحت اعمل ايه؟ يعني انت شايف تعبير خيانه دماء الشهداء ده قاسي جدا يعني. لا مش قاسي، هو في تجاوز يعني، انا ما اقبلوش. لان انا موافق ان الفنان فاروق الفيشاوي مثلا لو كتب التويته دي وقال ايه، انا مختلف مع الفنان محمد صبحي في زيارته لسوريا، خلاص هو مختلف ان انا ازور سوريا. طيب وبعدين هنسيب سوريا، محدش هيروح يروح لها لغايه امتى؟ لغايه لما الشعب يتصفى يعني؟ احنا ناخد ازره. انت ما تتصورش معرض دمشق لما تخش الجناح المصري 70% منه سوريين، بمعنى مصانع اللي اتفتحت هنا مصانع ضخمه وجباره بتعرض معروضاتها هناك باسم مصر، خد بالك، شيء مشرف جدا. وبعدين لما تشوف 800 ألف في أول يوم في المعرض، 800 ألف سوري فرحانين، ده مش يبهجك يسعدك؟ انت عايز تشوف موتى يعني؟ عايز تشوف قتلة؟ لا هو انا بس عشان نروب عن الهجم شوية، بيقولوا انه الدم السوري اللي حضرتك بتتكلم عنه ده موزع ما بين
نعم النظام وما بين الجماعات التكفيريه الارهابيه. حلو قوي. فهنا لا. محمد أيوة. صبحي لو حد قال كده يداه مخضبطان بالدماء لانه في ايه بقى دعم نظاما دعمته هو خلاص هو ده اللي خلى النظام خلاص انا ده يعني ده كلام يعني ما يقبلوش العقل ما اقدرش اتفهمه يا استاذ وائل دي زياره هم عايزين ايه؟ عايزين سوريا تسقط بس قول لي هدف اخر ناس تشغل مخها بزيارة فنانين سابوا الفنانين كله. كان معايا عمر عبد العزيز رئيس نقابة الاتحادات الفنية كان معايا لاشين مخرج هاني لاشين يعني قصدي ايه اللي يشغلك قوي كده وحسيت ان هو ده اللي انقذ النظام يعني ليه تتصور لو انا واخد معدات حربية واخد اسلحة علشان ابيعها للنظام او اديها للنظام اساعده وده خبل الجيش السوري قايم بدور عظيم جدا في انقاذ سوريا لغايه النهارده ومحدش يقدر يتكلم اكتر من كده لما تقول لي في معارضه ومعارضه مسلحه بتقتل في السوريين هتقول ايه اوكي كل الاطراف استاذ وائل كل الاطراف قتلت سوريين ايه المشكله انك تروح في زياره لسوريا ايه الخيانه في ده في دم الشهداء لو ما روحتش فانت شريف ورجل غير خائن لدم الشهداء ده انت ما حد احنا لا مؤاخذه بنشوف الشهداء في اللي اتعدموا من داعش في سوريا واللي اغتصبوا السوريات اللي في سوريا وبننام ونصحى الصبح نضحك ونهزر يا استاذ وائل احنا مش عارفين الواقع العربي اللي بقينا فيه الواقع العربي من سنه 83 مشروع برنارد لويس وبرجنسكي ومستشار الامن القومي الامريكي مشروع منشور في على النت مش حاجة تحت الترابيزة عشان كده نظرية المؤامرة المؤامرة يعني حاجة مستخبية عني علشان ألبسها يعني إنما المؤامرة النهاردة بقت فوق الترابيزة عدوك بيقولك أنا هعمل فيك كذا عدوك بيصرح لك أكتر من عدوك بقى هو قسم لك أعدائك هو عدو أجنبي وعدو صديق أو أخ شقيق أشقاء العرب احنا بقينا اعداء احنا ما يهمناش الشعوب على فكرة يعني انت عايز تقنعني انك عشان تموت واحد وتعدمه في النحر زي النحر في العيد اعدمته فانت كسبت العراق بس نتخيل كده ممكن يموت موتة ربنا ممكن يموت برصاصة لا اللي متخطط لك ده خد بالك وتتكلم عن الديمقراطية الشعوب دي بتقول لك الديمقراطية عايزين الديمقراطية طيب شلت شطان وجبت شطان ايه بقى ده انت اللي اختيارك خطأ ده انتم شعوب ما بتعرفوش تختاروا طيب حتى بعض المواطنين اللي هم ممكن يكونوا مش اخوان ومش يعني ما عندهمش ايديولوجي بس يعني مرتبط يعني كتبوا لمحمد صبحي ما تكلمناش بعد كده في مسرحياتك عن حقوق الانسان وعن الحريه ثانيه واحده بقى حقوق الانسان والحريه هي حريتي وحقي كانسان افعل ما اريد بما اني لا اؤذيك انا فنان يا استاذ وائل ما هو ده تصور عاته يعني دول ناس معتوهين شايفين الزياره دي ساعدت سوريا لا حاجه عظيمه جدا والله يعني كويس ايوه هساعد سوريا وهساعد اليمن وهساعد ليبيا وهساعد العراق ولو قدرت اوصل للشعب اليمني علشان اربط عليه هعملها في ايه انا سعيد جدا بانتصار مصر في التقارب الفلسطيني المخجل اللي حصل اليوم يعني. الانفصال المخجل اللي كان بين فتح وحماس وينقسم الشعب الفلسطيني ما تعرفش تتكلم عنه كنا بنتكلم عن القضيه الفلسطينيه من صغرنا واحنا عندنا 6 سنين نتكلم عن القضيه الفلسطينيه قضيه فلسطينيه قسموها بنتكلم عن حماس وفتح طب نخجل نقول لعدونا ايه نقول له انت نجحت في انك تقسم الشعب الفلسطيني ويبقى فيه زي الاهلي والزمالك انت نجحت في انك تخلي غزه منفصله عن ضفه انت نجحت انك تقسم الشعب الفلسطيني النهارده نقدر نرجع تاني نتكلم على القضيه الفلسطينيه اهالي غزه فيهم ناس بتعذبوا وعايشين عيشه فيها مرار حد هيقول لي بقى طب ما تيجي غزه زور غزه مش كده وفي كتير بالفلسطيني يقول لك ايه زياره العربي لفلسطين ده تأييد لينا كويس
انا ما اقبلش ان يتختم على جواز سفري اسرائيل. بس هي غزه ما فيش فيها ختم اسرائيل. ما انا هقول لك لو رحت الضفه هتختم. ما انا هقول لك بس انا وانا داخل سوريا على فكره اللي بيخلص لنا الاجراءات قال لي استاذ محمد عايز ختم ولا كارت خارجي. يعني حتى هو عارف انه ده ممكن يعمل لك مشكله. قلت له لا انا ليا الشرف ختم سوريا. قلت له ختم لي على جواز طبعا السفر. وجواز طبعا طبعا ده اللي احنا عايزين هم عايزيننا نوصل له. اصل لو رايح دوله اوروبيه بقى هيقعد يعمل لك كده ويبص لك كده وبتاع وياخدك في ويعني طب وايه يعني؟ ما هو ده بقى الفرق يا استاذ وائل. الفرق انت بتعمل تصرف بقناعه ولا من غير قناعه؟ يعني انت مش عايز تعمله متخفيا طبعا مستترا طبعا. ما قلتلوش اعملها لي في ورقه كده. هخجل من نفسي الراجل وهو بيكلمني قلت له انا هخجل من نفسي لو قلت لك اعمل لو انا عايزها حتى انا هتكسف. لا طبعا ختم سوريا. احنا متناقضين. علشان اروح غزه انا بروح لضفه ملتهبه بتقتل في اولادنا مش خوف من الموت. بس انا اروح لغزه لمين؟ اللي بيقتلوا اولادنا ولا للشعب المغلوب على امره؟ يعني انت تفكر او على استعداد للذهاب لغزه لعرض طبعا مسرحيه او لزياره غزه حتى زياره. بس انا بتكلم احنا ليه بقينا كده؟ لو قطر ليا راي فيها صريح. قطر يعني ذبحت ولادنا وتآمرت على مصر. لو الشعب القطري محتاج لأي مساندة أنا مش هروح للحاكم. هروح لقطر وهيتقال ساعتها راح يسلم على أسرة الحكام. ليه؟ لأن هم مش عايزين ده. هو ده الدفع المعاكس ولا المناهض في ان ترجع المسائل تاني زي ما كانت. احنا كان زمان ايام عبد الناصر وايام السادات نقول ايه؟ الحكومات تختلف والشعوب متحابه. كنا نقابل بعض الشعوب تقابل بعضها. مفيش احنا النهارده صنعوا فينا شفونيه وصنعوا فينا الاغنيه اللبنانيه والاغنيه الخليجيه والاغنيه ودخلوا لنا ده الاول في الفن والمسلسل السوري. المسلسل السوري دخلوا فينا ده وبقى الناس العاديه بتتكلم بالصوت ده. مصر كان الفن اللي عمل مصر مروان النقاش ويعقوب صنوع و طيب خلينا عشان بس كمان نشوف حق الرد مع الفنان الكبير فاروق الفيشاوي. استاذ فاروق اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل. ازاي حضرتك؟ جاري صديقي الاستاذ محمد صبحي اهلا وسهلا. يا حبيبي حبيبي برضه حبيبي برضه. طبعا حبيبي اكيد يعني. انا استاذ فاروق اتفضل. تابعت حلقه كنت فيها انت وحنان شوقي لما رحت العراق. بالظبط كانت معايا. وانا علقت وقلت من الظلم هذا الاتهام. يعني اتهام ملوش اي منطق. وقالوا اللي هو المنظمه ان هم الحشد الشعبي حشد الشعبي وكده بتاع كويس. وحضرتك رحت سوريا مع الهام ومع يسرى. انا بس مختلف معاك في حاجه يا استاذ فاروق. يعني انت من حقك تقول انا مختلف مع الفنان محمد صبحي او مختلف مع من يذهب الى سوريا. اوكي. ولكن انا مستكبر انك انت تتهمني بالخيانه. لا شوف محمد يا حبيبي. انت على فكره دافعت عني دون ان تدري في كلامك. وارجوك اذكرك بما قلته. أن فاروق الفيشة وزار سوريا قبلي بشهر. فكيف أهاجمك وأنت تزور سوريا؟ أنا كنت مع مجموعة من الفنانين المصريين المؤمنين بالقومية العربية مثلي ومثلك، وأنت جاوبت عني ودافعت عني دون أن تدري. كيف أهاجمك يا محمد وأنا كنت في سوريا من شهر؟ يعني الكلام ده مش حقيقي. ليس حقيقيا. أنا آسف. هذا الحساب على تويتر ليس لي. ولا اعرف عنه شيئا. انا اسف. وهقول لك حاجه يا استاذ فاروق. الشرير اللي بينا هو اللي وراني التويته انا ما كنتش قريتها. طب انت ما نفذتش. انا مبسوط لحاجه
لان حتى قبل مداخلتك يا استاذ فاروق قلت انا بحب فاروق وفعلا أيوة. ما قريتش الكلام ده ومستبعده، بس لو كان قاله فيبقى ده عدم وعي. انا عشان بكرر الكلام، أنا قومي عربي، لان انا عارف انت قومي وانا قومي، بيقولوا علينا هبل، القوم العروبي ده لازم يبقى اهبل. لا طيب بس انت ما نفتش ليه يا استاذ فاروق اول ما تلاقي التويته حتى تسيء لزميل؟ لا هذا ليس، هذا ليس حسابي. توليع بقى. وقد قدمت بلاغا منذ 6 بيولع أشهر في هذا. بيولع يا فاروق. ايوه بيولع. ومع ذلك لم يتخذ برضو، لم تتخذ مباحث الانترنت في مصر اي اجراء ضد هذا الرجل الذي ينتحل شخصيتي على هذا الحساب. طيب لا على فكره الاستاذ فاروق يعلم والله دفاعي عنه كثيرا حتى حينما لا بس هقول لك حاجه، لحملات انا فرحان بهذه الفقره جدا. بنسبه ان احنا فنانين على خلق، لم اخطئ في فاروق وهو لم يخطئ فيا وانا لا مصدقه، وكويس ان ده يحصل على الهوى بهذا الشكل. يعني يا محمد ما انت عارف انا نفسي طول عمري اقول لك ارجو انك انت تخرج لي روايه، نفسي هخرج لك روايه وتعرضها في سوريا. ايوه والله بعقد الاء مستعد لهذا. اوكي يا حبيبي قول لي بقى يا استاذ فاروق، يعني انت طب انت هنا انت مؤيد للربيع العربي، لكن بتقول انا زرت سوريا وبتبنى نفس موقف محمد الفنان محمد صبحي الفنان الكبير محمد صبحي مع الشعب السوري، مع الشعب السوري، وانك بتعتبر انه ما حدث في سوريا لا علاقه له بالربيع العربي. المؤامره على سوريا والمؤامره على الوطن العربي واضحه وصريحه. أيوة. وبانت بقى، الناس لازم تفهم يا جماعه، وليست هذه هي المره الاولى. انا بالصدفه سمعت خطابا للزعيم الخالد العظيم ابو القوميه العربيه جمال عبد الناصر بيقول ان تركيا اتفقت مع العراق في وقت من الاوقات صح صح بعد صح وقال ان سوريا مستهدف. الله ما نرجع للتاريخ، التاريخ لا يكذب يا جماعه. صح. واحنا لو وجهنا نظرنا وفكرنا الى التاريخ سنعلم تماما ان منطقتنا وان الوطن العربي مستهدف، وعلينا ان احنا نصحى بقى. كفايه نوم، كفايه نوم، كفايه نوم. انا 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 بشكركم جدا جدا، وارجو ان انا وضحت. ويا صديقي يا حبيبي يا جاري يا محمد يا فنان يا كبير، تحياتي ليك. شكرا يا فاروق، شكرا يا حبيبي، شكرا وصديقي العزيز وائل الابراشي. شكرا يا استاذ فاروق الفيشاوي، الف شكر. اهو يعني شوف احنا برنامج اطفاء اهو، يعني والله اطفى نارا، طفيت نار والله. لا 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 لا, لا خالص، مش حريقه زي ما بيقولوا. يعني لا, لا, لا 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 يعني انت حاولت بس انا يعني. طيب هنا هنا طبعا يعني يعني ما فيش شك انه كمان يبقى في تعمد، تعالوا نعمل فتنه بين الفنانين. مزبوط. يعني طبعا فنعمل تويته زي دي فاروق شاوي يهاجم صحيح محمد صبحي ونظر الفنانين المصريين بهذا الانقسام يعني صحيح وباتهام اتهامات بعضهم البعض بالخيانه صحيح. بهذا الشكل. لا احنا جيل اصلنا برضو زي ما قال فاروق دلوقتي بقينا في عصر اللي مؤمن بالقوميه العربيه يبقى اهطل، يقولوا بطل بقى يعني قوميه عربيه ايه. كان زمان اللي يقول لي واحده العربيه نشيلوا على الاعناق دلوقتي يضحكوا عليها. لا انا ما زلت في داخلي لا امل لهذه الامه، لا امل لهذه الامه الا بالاحساس بعروبتها. وانا دايما احارب في اعمالي يعني. ايوه ما عشان كده انا بقول لك انا في كل اعمالي في معظم اعمالي اتكلم عن الشرق الاوسط الكبير اللي هم عايزيننا في الاعلام وفي الفن نلوكه، بدل ما نقول الوطن العربي نقول الشرق الاوسط. تخيل مثلا اني وطني حبيبي الوطن الاكبر، تتغنى الشرق الاوسط حبيبي الشرق الأوسط. يعني هو الشرق الاوسط تسميه علشان تبرير الجسم السرطاني اسرائيل. طبعا كان سوري هيدخل في اسرائيل وهيدخل في تركيا وتركيا في احنا بس ايه هقول لك حاجه بس ما يعني هي تزعل شويه. ما انت لو بتحب بلدك هتخاف على الوطن العربي كله، بس طول ما انت كاره مصر وانت فيها او براها فانت كاره المنطقه العربيه كلها، واقرب لك زياره اسرائيل عن زياره سوريا او ليبيا او اليمن او بس.
طيب ونقفل الموضوع ده بقى. نقفل بقى الموضوع ده. يعني انا بس عايز اخد منه قبل ما اتكلم بقى معاك في الفن، يعني اعدي منه بسرعه على طب انت كان، لانه كمان حمله الهجوم عليك يعني طلعت حاجات فلازم يترد عليها. يعني اصله محمد صبحي عرض مسرحيات داخل القصور الرئاسيه لبعض القاده يعني، وبالتالي كان يعني كان لي الشرف المره الوحيده كان لي الشرف ان كنت بعرض مسرحيه تخريف على مسرح نيو اوبرا مسرحي، والاجازه بتاعتنا يوم الثلاث. زار مصر رحمه الله مغفور ان شاء الله الشيخ زايد. الشيخ زايد انا بحبه جدا وهو بيتفرج على كل اعمالي، فاول ما نزل قال لهم بدي اتفرج على مسرحيه محمد صبحي. فكلمني الوزير صفوت الشريف وقال لي، قلت له بس بكره، قال لا ده لازم، قلت له النهارده اجازه وعشان اجيب ممثلين في منهم في بره القاهره. قال لي النهارده ومش في المسرح لانه ما يقدرش يروح المسرح، هيبقى في القصر، هات مشهد من المسرحيه حتى. فعايز انا اقدم له ده يعني اعتبرت ده مع الشيخ زايد تحديدا مصر. ضيف مصر كويس، بس عشان الحقائق يعني عرضت المسرحيه وسلم عليا وشكرني و جه حسني مبارك لما سمع عن ماما امريكا وبقلده في المسرحيه، ومباحث امن الدوله جت لي في اول شهر ولازم تغير تشيل المشهد، يعني تشيل المشهد، قلت له مش هشيله حتى لو وقفت على باب المسرح وقلدته. انا ما بتريقش على حسني مبارك، انا حاطه في سيتويشن سياسي. فشو المعنويه اتصلت بيا وقالت لي عايزين نشتري المسرحيه في مسرح الجلاء تعرض لنا ثلاث ايام. قلت لهم لا ما ينفعش وانا فاهم ليه. فقالوا لي ده، قلت لهم لا ديكورات وبتاع ما اقدرش انقلها وبتاع، لغايه لما اتقال لي صراحه الرئيس عايز يتفرج عليها فما ينفعش يتفرج عليها غير في الجلاء. قلت لهم لا، الرئيس ده رئيس مصر عايز يتفرج على المسرح يجي المسرح في قصر النيل في المكان اللي انا بعرض فيه، ورفضت. فتبقى بقى القصور كلها، وايه لو عرضت في قصور المنطقه العربيه كلها، ايه المشكله؟ وانا رقصت وانا مسكت صاجات يعني مش فاهم يعني. بس برضو هو ده كلام ملوش معنى. انا تشرفت باني اعرض للشيخ زايد ضيف مصر فقط، ولا حصل مع القذافي وحصل لا يا راجل مع القذافي فين لا 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 طبعا ما حصلش خالص يعني لا في تونس اول مسرحيه انتهى الدرس يا غبي. يعني اول مره اخرج بره مصر رحنا تونس فعرضنا 8 حفلات في اخر حفلات الرئيس ابو القيبه قال يتعمل عرض في القصر ابو القيبه ورحنا عرضنا مسرح مش موجود زيه، ما عرضتش على مسرح زيه، مسرح اوبرا يعني داخل القصر في القصر ابو القيبه. وهذا الرجل طلع انه مثقف ثقافه مسرحيه عاليه، يعني جاء وزير الثقافه خلف الكواليس وقال لي استاذ محمد سي محمد المسرحيه طويله برشه فبدنا نحذف منها بعض المقاطع، هي 3 ساعات ونص عايزينها 2 ساعة. قلت له لا انا مش في كباريه ومش هشيل ولا كلمه. قال لي سياده الرئيس هيمشي، قلت له يمشي طبعا، اللي بيتفرج مين؟ هو الرئيس وزوجته وكل البناوير الوزراء والصاله فاضيه دار اوبرا. كانت ليله بقى يعني مفيش رد فعل، انت مش هيفهم دول بعيد قوي. فالمهم قلت له لا مش هحذف، واصريت ان اقدم مسرحيه 3 ساعات ونص، وعزمنا على العشاء في القصر وقعد يناقشني بقى في بيتر بروك وبيتر فايس وشكسبير وموليير عنده ثقافه مسرحيه يعني. يعني دول المرتين بس مع الحبيب مع الحبيب بورقيبه، لا ومع اعتبرهم بقى 10. ايه المشكله؟ 10 لا هم المرتين دول. بعض الفنانين لك انه انا لا يجب ان اعرض للحاكم فقط، وكاني هنا بقيت ام كلثوم غنت للحاكم للملك. في ايه؟ في ايه؟ انتوا جرالكوا ايه؟ مضايقكوا في ايه؟ يعني انا مش فاهم ايه متضايقين ليه؟ ده شرف، شرف ان حاكم اي دوله يقول لك اعرض لي روايه انت توافق او ترفض، مظبوط ولا لا؟ زي ما رفضت الرئيسي انا ان اروح اعرض في مسرح مش قصر، مسرح تاني، لا الرئيس يجي، ده شرف ليا انه يجي ويخش ويتفرج على العرض ويتعمل له عرض خاص بس في المسرح. في ايه؟ احنا يعني شايف انه في يعني لا نوع من التصيد يعني، تعالوا نتصيد طبعا. لا بص احنا عايشين مرحله
لا إنسانية بكل المقاييس، لا إنسانية في كل حاجة يا أستاذ وائل، في كل شيء، في كل شيء. النقد حتى بقى بالسكاكين والمطاوي. سيبك من النقد، أصل النقد ده كلام يقول لك إحنا أمة لا تقرأ الكتاب ولكن تمسح بالجرائد الإزاز. بالك فهيكتبوا على الفيسبوك وبتاع حاجة زي كده بيتمسحوا، يعني أي حد بيتجاوز بيشتيمه ولا بتاع بيتمسح في ثانية، بلوك باي باي. أنت عندك 7.5 مليون في الصفحة، كويسين على على مستوى من الأخلاق والاختلاف ويختلفوا معاك، بس تحس إنهم شباب يفرح لأنه بيخش وبيعملوا تقييم بيطلع بقى بعض المثقفين أستاذ محمد يقولوا لا مهمة الفنان زي ما قال سارتر هي إزعاج السلطة وليس عرض مسرحيات ولا أو ما لازم أطلع أشتم السلطة لا يعني أنا أقول لك على حاجة. مشروع العشوائيات اللي عملته بعد الثورة بشهرين، حملة المليار وشعار مؤسسة معهد لتطوير العشوائيات نبني البشر قبل الحجر، جه كمال الجنزوري لما كان رئيس وزراء ادانا الارض 67 فدان عند بداية طريق مصر الإسماعيلية هنعمل مدينة نموذجية ننقل فيها 4500 أسرة من العشوائيات، ما ننقلهمش لغير بعد ما نعمل لهم تنمية بشرية، مش زي ما الدولة بتعمل مش بس عمارات وننقل، لا انا ببني انسان. شرط التعاقد انك تسيب الشقه وتمشي، شرط ان ابنك يتصرف بالتعليم، هنحط اسس. فبعد ما كمان الزوج ده من الارض وبدانا لسه هنخطط، جم الاخوان حكموا، فرئيس الوزراء مين؟ هشام قنديل. فسحبوا الارض مننا. ايه ده في ايه؟ كلمت رئيس الوزراء هشام قنديل في ايه؟ اي لا انتوا تيجوا تمضوا معانا قلت ده عايز يتصور. فروحنا رئيس الوزراء غيروا البروتوكول ومضينا وتصورنا والصوره موجوده. يقول لك بص بتاع كل نظام ده كبير. هو انا ما قابلش رئيس الوزراء حتى لو كان شيطان وبخلص حاجه لناس غلابه وبعمل مشروع فعلا من المشاريع المهمه كانت، واول واحد فتح باب العشوائيات انا وانا ما اروحش لرئيس الوزراء عشان اخد الارض اللي هو سحبها ورجعها؟ بيقول لك ايه بصوا صورته مع مبارك وصورته مع هشام قنديل وصورته مع السيسي، هو في ايه؟ هو انتوا ما عشتوش 30 سنه مع مبارك؟ هو انتوا ما قلتوش بنروح بالدم نفديك يا مبارك 30 سنه؟ كله مثقفين وفنانين وما ادراك ومفكرين بنروح بالدم نفديك يا مبارك. لا مش كله استاذ محمد، في ناس اخذت موقفها. اخذت موقفا ليه؟ عشان ما خدتش مركز. لا معقول؟ طبعا. وانا اتعرض علي 4 مرات وزير للثقافه، مره في وزاره هشام قنديل ومره في وزاره الجنزولي ومرتين في وزاره ابراهيم محلب وهو صديق قبل ما يبقى وزير وقبل ما يبقى رئيس وزراء. لو انا بقى بقرب من السلطه عشان اخد حاجه، طب ما هي وزير ثقافه، ولكن انا مش بتاع مناصب، انا بعتبر الوزير مرتبه اقل من الفنان، فازاي انزل درجه؟ ده واحد. تعتبر الوزير مرتبه اقل مني؟ طبعا اقل مني طبعا. ايه في حاجه يا استاذ وائل؟ لا صح. لا لو عندك يعني الناس هتتذكر محمد صبح ومش عارفه مين وزير الثقافه سنه مش تذكر، لا مش تذكر كذا ولا سنه كذا. الفنان يصنع في وجدان الناس. الوزير انا قلتها بصراحه، انا وزير طيب عندي قوانين اصلح بيها؟ ما عنديش. عندي سلطة أصلح؟ لا، وأنا ما باخدش أوامر. هي صراحة بقى في أهو متسجلة أهي سنة 2017 في حكم الرئيس السيسي. أنا ما باخدش أوامر. أنا أصنع بلان. لو بقيت وزير ثقافة هصنع بلان ثقافي بمعنى أن يطور ويغير سلوك الناس. كويس؟ إنما ما أستطيع أن أصنعه وأنا وزير بعدم قوانين وما فيش فلوس. أنت مؤمن بالثقافة في البلد؟ إديني فلوس. ميزانية الثقافة كام؟ مفيش. وزير هيعمل ايه؟ انا هيبقى ألفة يعني على موظفين. انما انا في الوضع ده انا ما اصنعه استطيع ان اصنعه من غير كرسي الوزير. بس. فاللي انا عايز اقوله نهدى بس شوية ونشوق ونخلي بالنا على البلد دي، لان البلد دي
عمال في شوش كده عمالين اخور فيها ويمسكوا النخب ويمسكوا القدوات وبيمسكوا الناس عشان يقعدوا يشوهوا فيهم. ليه لعب التشويه يعني لعب متعمدة ومستمر. بس للأسف لو هم نسبة 2% لا تتعدى ال 2% في 98% ناس محترمة وفي ناس فاهمة كويس قوي وعارفين اللعبة. وهو ده ميزة ان احنا مرينا ب 25 يناير و 30 يونيو. طيب قبل ما اطلع فصل سؤال اخير كده اللي هو اقفل بيه ده علاقة الفنان بالسلطة يعني انت هنا شايفها. انا كفنان لست عند القبعة ولا في النعل من حذائها، انا في وسط نعمتها لا اذهب الى القبعة ولا اذهب الى النعل من حذائها. هذا هو الفنان. شفت حاجة عظيمة ههلل لان انا كشاف واقول ده شيء عظيم. لو شفت حاجة وحشة هقف واقول غلط. بس في ايه اكتر من كده؟ طيب هطلع فاصل بس سؤال تاني. لا انت سؤال تاني قبل ما اطلع فاصل. طبعا احنا الفاصل هيفصلنا شوية لكن انا واثق ان الناس مستمتعة حتى ومش عايزة يبقى فيه فواصل مع الفنان الكبير محمد صبحي. بس انت يعني صحيح انفعلت وحوارات سابقه لم تكن بهذا الانفعال. لا 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 بس بالعكس. جايز ده انا هادي جدا. هادي فعلت ايه؟ طيب. انت عايز تولعها وخلاص. هنكمل مع الفنان الكبير محمد صبحي. لسه هندخل بقى على الفن وكمان لانه عضو في المجلس الاعلى لمواجهه الارهاب كمان هيبقى فيه اسئله متعلقه بده وكمان اسئله مهمه جدا تتعلق بالفن. طاهرة طهر الثلج نقية نقاء الجليد فلن ينجيك ذلك أيضا من ألسنة الناس. إلى ديس إلى ديس إلى ديس إلى ديس. أما إذا أردت أن تتزوجي فعليك أن تتزوجي رجلا أحمق لأن عقلاء الرجال يعلمون كيف سيتحولون على أيدي كنا إلى خراف الوداع. خش جوه دلوقتي يا ابني. يا عم تعبين ايه يا حلمها؟ واقف يتحرك على الاسم الله يخليك لم التحابين مره. ايه بس يا ايه حاول؟ حضرة الضابط انا مامور وهمشيها خلاص هشيلها طيب. لم التحابين وخش جوه. يا عم حاول ايه وتعبين ايه؟ النبي يا ابني التحابين سامة تقطع حد من اللي واقفين الله يكرمك يا ابني. اتمام التحابين يا شاب. شوف يا ستة اللي خارج من بره لم التحابين الله يكرمك. فين التعبين؟ فين التعبين؟ فين التعبين؟ طب هو فين الضابط؟ سنبل انت اعصابك تعبانه من العمل. سيبني اكمل كلامي. داني دم بيجري في عروق ابنك حته من لحمي جوه جسم ابنك. ايه حكايتك؟ انا ما ضربتكش على ايدك عشان تتبرع بكليتك. ايوه بس ضربتني بعد ما خدت كليتي. ان كان عليك انت ما اديكش دوفر. انا عملت كده عشان شريف وعشان ست نعمت زاد عشان نسمة.
مساله الاوتر عقلنا ما بقاش متعود على شكل ثابت للتنفيذ. هسقف هتجروا ما سقفتش انتوا. الحركه يلا. الحركه هي الباعث الداخلي لتجسيد الكلمه. حتى لو ما فيش مخرج، لو انا هطلع كده ما فيش مخرج، اب ام وابنها، اب وابنه، اتنين اخوات، اي علاقه انسانيه، لازم علشان تنقل احساسك صح اعرف الجمله اللي انت عايز تشيح فيها. انت مش عايزها تشوف عينيك، او انت مش عايزاه يشوف. لما مثلا بيتذكر فانت بتدوري له وبتقولي له في وقتها، وده غلط. ده اللي لازم وانت بظهرك اسمع صوتك بس، لان ده مش واقع. انا عايز لما نبدأ كده كده اهو، اعملوا كده وارجعوا تاني. واحد اتنين اوكي. ده لما يتعمل بسرعة بقى، قدام وورا قدام مثلا. ضربات بالرجلين، انا ما رضيتش اعمل ضربات بالرجلين لان انا حسيت الثانيه كانت كلها كاركتير، فقلت اغير. لا قصدي لو طعمتي ده في منطقه براعه استخدام الرجلين، يعني مثلا تك تك والمطه. لعن الله السياسه كما كان يقول الشيخ الشعراوي دائما، لانها خدتنا من هذا الجمال ومن الدور الاجتماعي والفني بقى اللي بيلعبه الفنان الكبير محمد صبحي، والحقيقه من الفنانين القلائل اللي اهتموا جدا بالدور الاجتماعي وتجسد ذلك في العشوائيات. كمان الفني احنا شايفين هنا صناعه مواهب، وده المشروع اللي كنت بتحلم بيه دايما يا استاذ محمد. دايما كنت بعمله كل سنه، بعمل اختبار. تعرف ان بقى في بوتيكات في مصر هنا دلوقتي لتعليم التمثيل. تدفع 18,000 جنيه في الكورس وسموها ورشه ومش عارف ايه حاجات كده. احنا لا، احنا انا بعلم ببلاش، ببلاش مجانا، بس بيتعمل اختبار، بيتقدم 2000 واحد مثلا من كل المحافظات، وبيبقى احسن 40 هم اللي بيخشوا استوديو الممثل يتدربوا لمده 6 اشهر، وبعدين لو فيهم حد ما بينجحش او كده، اللي بينجح بينضم للفرقه. هم مجموعة انضمت السنة دي من مطربين وراقصين وعازفين، وبيعملوا كل حاجة، يعني اللي بيعزف بيغني، واللي بيغني بيعزف وبيمثل وبيرقص وبيعمل كل شيء، وبيدرسوا حرفية مسرح كمان. أنا حد بيهم عرض اللي هو تالت عرض في مهرجان المسرح الجامعي التاني، اللي هو هنوريكم نجوم الظهر، معظمه شباب، ويمكن أنا دوري يعني بطولة تانية، يعني مش البطل الرئيسي. بس هكون معاهم في المسرحيه دعما لهم، يعني بالاضافه للفرقه بقى، اعضاء الفرقه اللي فضلوا من الفرقه، لان في فقدناهم كتير قوي في الفرقه، زي الفنان رحمه الله شعبان حسين، ودكتور خليل مرسي، ومحمود ابو زيد، ونادي عزت، يعني خسرنا ناس كتير في الفرقه الحقيقه. كان معاك طبعا ناس مستمره معاك لعده سنوات، سنين طويله. انما احنا هنقدم اول مسرحيه هي غزل البنات، يعني تقريبا هيبقى من نص اكتوبر، ودي من تراث الريحاني زي ما عملت لعبه الست في المهرجان الاولاني. المسرحيه الثانيه هي مسرحيه خيبتنا، اللي هي كان المفروض تتقدم في مارس 2011، بس لما قامت الثوره اجلنا. خيبتنا حلوه، خيبتنا هيقول لك شفت خيبتنا. بس هي طبعا الاسم له توريه اخرى، يعني مش الاحساس اللي بيوصل للواحد. مسرحيه كوميديه استعراضيه، والبطله فيها سماح السعيد، بتعمل دور هايل بالنسبه لها، هيبقى قفزه كويسه في المسرح. غزل البنات مقدم برضو
ممثلة جديدة لأول مرة تقف على المسرح بقى بشكل بطلة، تعمل دور ليلى مراد، اسمها ندى ماهر. وفي في الفرقة بقى عبد الرحيم حسن وعبد الله مشرف وأمل إبراهيم، مش عايز انسى حد يعني. دول اللي هم مستمرين معاك اللي بيشتغلوا معاك طيلة السنوات الماضية بس احنا ده احنا امام يعني مشروع ضخم جدا، هو وانت تبنيت في عدد كبير من المواهب. هي مدينة سومل بقت منارة ثقافية، وده اللي كنت بحلم بيه. هي منارة ثقافية هتجمع كل الشباب اللي نفسه يحقق حاجة مش عارف يحققها، وفي كل انواع الفنون. انا مش شايف تمثيل بس، انت بتقول غنى كمان، وحتى في الفن التشكيلي، في المهارات اليدوية، في اي حاجة. انا حاسس ان اللي هيتعمل ده كمنارة ثقافية الحقيقة هيدفع بالشباب للحلم. عندما يفقد الشاب حلمه هيتجه اي اتجاه انت ما انتش حاسبه، ولكن عندما يصدق ان في امل لتحقيق الحلم، بس بشرط، عشان في ناس كتير قوي بتبقى فاكره انها موهوبه وكده، بس هي مش موهوبه. البوتيكات اللي بقولك عليهم ما يبقوش موهوبين، بس ياخدوا منهم فلوس ويقولوا لا انت كويس تعال اتدرب. فاحنا بيتقالك انت هايل، انت عظيم، انت كويس، هتتدرب او هتمرن او تدرس. فانا بقول ان الشباب محتاجين حلم بحقه حقيقي. ودايما اقول ايه، اللي كره مصر ماليش حوار معاه، اللي زعلان من مصر ممكن اتناقش معاه. تفرق. انما تفرق. اللي وصل لحاله الكراهيه دي ده ما ينفعش الحوار معاه دلوقتي. انما في كتير بيقولي وهما فاقدين الامل، فازاي يشعر جواه انك تستطيع، ازاي تشعره انه يستطيع. لدرجه ان هعمل مسابقه كمان للاطفال قريب، للاطفال هو من سن 6 سنين ل 12 سنه. بس كيف يصل ذلك للناس؟ الناس من عن طريق الصفحه الحقيقه. نزل اعلانه بيتقدم من كل المحافظات وكده، بس طبعا الاطفال هنتكلم عن القاهره علشان الاسر ما تتعبش مع الاطفال، لان دول اللي هيتعلموا مسرح من الاي تو زد، يعني يتعلموا كل فنون المسرح من صغرهم لو كان عندهم الموهبه الحقيقيه، سواء عزف او غناء او رقص او تمثيل او حرفيه مسرحيه، يتعلموا مسرح. انا بقول ان مدينة سنبل زي فكرة السنبل اللي كان يحلم بالمليون لكي يحقق احلامه، اللي هو بدأ من الصفر، الصفر يعني. فاحلام الناس بتبدأ كده يعني، بالزبط. انت جاي لك ناس بادئين من الصفر. دايما اقول للشباب الندوات اللي بعملها، بعمل لي 48 ندوة كل سنة لشباب الجامعات والمدارس، وبتهمني قوي الندوات دي، وابقى مش فاضي بس لازم اعملها. دايما اقول لهم ايه، انا لما اتخرجت ما حلمتش ابقى عميد المعهد او ابقى رئيس الاكاديميه او وزير الثقافه، انا حلمت يا رب ابقى ممثل كويس، خد بالك. واتدرجت. عمرك ما هتحلم انك ما تبقاش معيد الاول، معيد وبعدين مدرس وبعدين استاذ وهكذا. احنا عندنا مفهوم خاطئ بالنسبه للشباب كلهم، يقول لك انا عندي طاقه كويس، بس هو الوحده اللي عارفها، ما فيش عينين بتشوفه. والجواهرجي اللي بياخد صفيح عشان يقدمه على انه ذهب ده مزيف، لا، الجواهرجي لازم يطلع الذهب الحقيقي عشان لما اقدمه للناس هيبقى باسمي، فانا بقدم الموهبه الحقيقيه اللي تستحق. وبتختارهم بعناية شديدة دون محاباة او مجاملات خالص. ما انا لو بفلوس خلصت، ما انا دايما اقول لهم كده، يقولوا لي ده مفيش مصاريف خالص، مفيش بتاع، اقول لهم لا، علشان هيبقى هدفك بس انك تتعلم، وانا هدفي انك تبقى عظيم. لو في فلوس هيبقى يعني الهدف ايه، طب ما نزود العدد شوية، طب ما عشان طبعًا يبقى المشروع طبعًا يكسب طبعا وينمو. لا، ودي حقيقة سبة في المجال الفني، أن فاقد الأهلية أن يعلم فن التمثيل عشان ياخدوا كورسات ب 18,000 و 12,000، ده عيب يعني، عيب قوي يعني. أنت هتقفل الناس بتاكل عيش من كده؟ لا 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 لا، بص، ده مش أكل عيش. لا معلش أستاذ وائل، يعني لا، ما ينفعش. وفي يا أخي ده في أكاديمية فنون، طب أكاديمية الفنون لو هي المكان الوحيد، نفتح أكاديمية واثنين وثلاثة بس، يبقى
اصحاب العلم هم اللي بيعلموا وبيدرسوا. احنا كان بيدرس لنا مين؟ دفعتنا كان نبيل الالفي، حمدي غيث، كرم. انت مش عايز يدخل البيزنس والفلوس في الفن ابدا بهذا الشكل طبعا، يعني مع المواهب تحديدا. انت بتضيف يعني. انت بتضيف للوسط الفني عائق اخر. النهارده انت بتلاقي ممثله بعد مسلسل ولا عمل واحد بتعمل بتشتغل في 7 مسلسلات و10 مسلسلات وفي ممثلات محترمين وقاعدين في بيوتهم ما بيشتغلوش ومن التعفف ما بيطلبوش شغل. انت عندك ممثلين كتير قاعدين. في خطأ الشعب الوحيد في العالم على فكره، في العالم وتحتيه 20 خط، الشعب الوحيد اللي يقول لك اغنيه شبابيه، مسرح شبابي، فيلم شبابي، سينما شبابيه وعواجيز. يعني قسم المجتمع اللي يقول لك ايه، مجتمع لا يميز بين الرجل والمراه. لا، ده انت بتميز بين الرجل والمراه، وبتميز كمان بين عجوز وشاب. اي مجتمع بينطلق بالقوه، القوه الحقيقيه الباور هو الشباب، ولكن الوقود هو الناس اللي عندها خبره وعندها تجربه هي اللي بتدفع. احنا ان شاء الله هيبقى عندنا حلقه مع هذه المواهب ان شاء الله، واكيد الناس هتلاقي هو فعلا البحث عن المواهب زي عمليه البحث عن اللؤلؤ، عايز غواص ماهر يعني. بس انا عندي بس مشكله لازم نناقشها، مشكله في المجتمع المصري كله بقى. انا لما جيت عملت مهرجان المسرح للجميع الاولاني سنه 2000 كانت اغلى تذكره 250 واقل تذكره 50. كنا في موقع امريكا. لما جيت حضر بقى مهرجان المسرح للجميع هي لعبه الست وكارمل سكه سلامه، خدت قرار اغلى تذكره ب 100 جنيه واقل تذكره ب 10 جنيه. كانت تذكره السينما ب 30 جنيه وقتها، يعني اقل من تذكره السينما. وقالوا ده مجنون وازاي وبتاع وما خسرناش. احنا في ورطه حقيقيه. لو الدوله بتؤمن بالثقافه، رحت علشان اخد مسرح دار الاوبرا اعرض عليه شهر. وزاره الثقافه بتتعامل معاك على انك سمكري اليوم ب 40,000 جنيه عشان خاطر محمد صبحي. ب 40,000 جنيه وده عشان خاطرك يا استاذ محمد. تدفع ايجار مسرح، مش يقول لك لا ده قيمه فنيه بتتقدم، يشوف الاول اللي هو هيقدم ايه على المسرح ده فيعاملني على اني سمكري مثلا هعمل له لحام ولا هعمل له حاجه كده وبتاع، فيقول لك اليوم ده ب 40,000. وده محزنني، وانا اول مره اتكلم في الحكايه ديت احزنني جدا، واقسمت ان انا اعمل المسرح في مدينه سنبل عشان في جمهور كتير بيقول لي يا استاذ محمد مدينه سنبل بعيده عن وسط البلد وكده، ولما تعمل مسرح في وسط البلد يقول لك يا استاذ محمد ليه بتعمل مسرح في الخانقه دي وفي الزلقه في وسط البلد ما اعرفش نخش، حاجه تحير يعني. انما الكارثه النهارده المسارح اللي فتحت يا استاذ وائل تذكره ب 1500 جنيه. 1500 جنيه في مسرح اسعار التذاكر 1500 جنيه و1500 جنيه. لما تيجي تناقش ده اقتصاديا، المسرح هو المكان الوحيد في العالم الذي يحقق الاشتراكيه او يحقق النظام الاشتراكي. في كل الدول العالم الاسعار زهيده بسيطه؟ لا لا، النظريه السياسيه الاشتراكيه او اليسار المسرح هو الوحيد اللي بيحققه. ازاي؟ انت بتعمل مثلا تذكره قدام اول 5 صفوف ب 100 جنيه والخمس صفوف اللي بعديهم مثلا ب 70 ولغايه 10 في الاخر. هو ال 10 جنيه دي لا يمكن تجيب ثمن اعادك على الكرسي ده عشان تتفرج على العرض ده. اللي ثمن وجودك كبني ادم 40 مثلا او 50. طب مين اللي بيدفع له ال 10؟ اللي قاعد قدام اللي دافع ال 100. اللي هو باخد من الغني وادي للفقير. بالظبط، هو ده النظام اللي شغال في مصر، ده عظمته. كويس؟ النهارده لما يبقى اسعار، عشان الناس بتشتكي من الغلاء، طبعا كل حاجه غليت. في شيء حصل عظيم جدا وهايل. بنرفع الدعم سنه سنه، لا هي مش سنه سنه، ده بنجري رهوان. كويس؟ انت عندك الاغنياء، سيبك من الاثرياء. الاثرياء دول المليارات والملايين والحاجات دي. دول سقف اعلى شويه. انما الاغنياء اللي هم يعيشون بكرامة وفي رغد من الحياة، والطبقة المتوسطة اللي هي تعيش بالكاد بكرامة، والفقراء اللي هم راضيين وعايشين وتحت خط الفقر اللي هم مسحوقين.
قول لي انت عملت ايه وما تقوليش انا بوزع كراتين، وما تقوليش بدي بطانيه في الشتاء، لان انت بتعلم المواطن ده انه ينتظر الكرتون وينتظر البطانيه وما يشتغلش. انا عندي اشرف ادي البطانيه وادي الكرتونه للي بيشتغل ومش قادر يعيش، وهذه مشكله في مجتمعنا. طب انا عايز الراجل ده اللي هو تحت خط الفقر يخش لي المسرح، هل هيقدر يقطع تذكره ب 1000 جنيه او ب 300 او ب 500؟ لا طبعا. انا عايز الشاب اللي في الجامعه يخش لي المسرح. طب حليت ده ازاي؟ ما هو هقول لك، بس المشكله ايه؟ المشكله انك لما تيجي تقول مصاريفي كذا، يعني كنت بتشتري متر الخشب 2000، ما انا متمرس بقى في اللعبه دي، ف 2700 جنيه النهارده بتشتري المتر الخشب ب 9000 جنيه. الاقمشه، الملابس، لما تعمل ملابس في مسرحيه تصل ل 200 و250 الف جنيه، مسرحيه صغيره، مشكله. تبص تلاقي كل ما بتدفع كهرباء 22 25 الف جنيه كل شهر وانت ما بتشتغلش، عشان بس الناس التعبانه تفهم ان ما اثرتش عليها. الاغنياء بقوا على شفا طبقه الفقر، والمتوسطه انتهت وبقينا فقراء. ده لازم نبص له، وما تقوليش انا عملت ده عشان خاطر مصر، صح؟ بس وانا بجري معاك، عشان خاطر مصر، في ناس عندها القلب، في ناس عايزه حبايه سبرين تحت لسانها، وفي ناس عايزه تاكل لقمه وبق ميه. طيب انت اثرت عليا في المسرح. انت بتاخد ضريبه ملاهي 10% على كل تذكره، 10%. مين اللي بيدفعها؟ المواطن. هو المواطن اللي بيدفع، اللي بيتفرج، كويس؟ وبتدفع ضريبه مضافه 14%، والمنتج يدفع لكل حاجه 14% بيشتريها، وبيدفع عن الممثلين اللي بيقبضوا 10%. انت عايز فن؟ انت عايز فن؟ طب ما صح، اللي بيعمل هبل واي كلام وما يصرفش عليه ويكسب ملايين يبقى عنده حق. انت دولة بتؤمن بالثقافة والفن على انها تغير من الشعوب، الفن يغير من الشعوب. الفن لا يؤدي الى ثورة، كذب، ولكن الفن يغير المواطن، يغير من سلوكه. عشان كده لما بنتكلم عن الفن اللي بيهدم وبيعمل البلطجه وبيعمل السنج وبيعمل كذا ويقول لك ده من الواقع، يا اخي واحد دبح واحد في الشارع، ايوه بيحصل، بس شافوا 10، شافوا 100، شافوا 30. لما تعمل لي فيلم بيشوفوا بقى ملايين، انت بتأصل ده عندي كمان، وبتعمله كمان بغشم، مش بتعمله عشان اكرهه، لا بتعمله عشان اقول الله البطل ده النموذج واعمل زيه واقلده. احنا كنا بنقلد شوك سرحان واحمد رمزي، ده اقصانا القميص النصكم المرفوع اللي متني وشويه عضلات منفوخين، شويه عضلات كده، نقعد نلعب بالخشبه المقشه، ايد المقشه نحط لها علبتين سمن بالاسمنت عشان تبقى ثقيله ونحن. فانا عايز اقول بس بقت اشكاليه وبكلم فيها الدوله. انا مش هتكلم بقى دلوقتي عن مستويات الفقر وبتاع والحاجات دي، ايوه في مشكله، ولكن انا محتاج مش الغني ولا الثري انه يقطع تذكره عشان يتفرج عليا. انا عايز اللي عملت له المسرح للجميع، ما اقدرش اعمله بالاسعار اللي كنت بعملها. طب هتحل ده ازاي؟ مفيش حل، هتبقى التذاكر غاليه، اكيد هتبقى غاليه. يعني انا لما اقول ان هعمل اقل تذكره ب 100 جنيه انا خسران، الفرقه خسرانه، مش انا خسران يعني. خسران طبعا. الفرقه خسرانه. ولكن انا بتكلم عموما، انا مش هعمل زي يعني التذاكر مش زي اللي بقولها دي 1500 و1000 والكلام ده يعني، انما انا بتكلم انها بقت اشكاليه. طبعا ما تلاقي ضريبه ملاهي وقيمه مضافه مش فاهم ايه فالدوله لو هي عايزه تعمل ده بقى تروح للعروض الجيده وتساعدها. يعني ايه ادفع ده دستوريا مش مظبوط؟ انا بدفع 5 ضرايب. طب ليه هنا الدولة ما تشوفش يعني مشروع بهذا الشكل، وانا من مصلحتي عشان اخد الشباب حتى من الادمان والتطرف، وعشان اخده لعالم المواهب بهذا الشكل، والناس تشوف الفن اللي بيسمو بالنفوس يعني، فتقول اما ادعم مشروع بهذا الشكل؟ بص انا مش مؤمن بده. زي ما اتكلمت في اول اجتماع الوحيد اللي عملناه المجلس الاعلى للارهاب.
في المجلس انا الاغاب بصوره عشان عندي خمس دقايق. قلتوا ايه؟ لا مش هقول قلنا ايه، لان انا من الحاجات اللي اتفقنا عليها كلنا لا نستخدم ما يقال ما يضر مع الرئيس يعني. لا مش مع الرئيس، كاستراتيجيه ما نعلنهاش دلوقتي لما بس تكتمل. بس استراتيجيه مواجهه الارهاب، بس انت هنا بتتكلم في الافكار لازم مش تعمل الامن يعني. لازم تعمل استراتيجيه. انما اللي اتقال ايه؟ ان كل واحد اتكلم في مجموعه من كل المجالات. انا قلت ان انت علشان تحارب الارهاب قبل منه نتكلم، انت صلحت التعليم وعملت تعليم عبقري، مسرحيه او فيلم او مسلسل يهدلك اللي انت عملته. مسرحيه سيئه وفيلم طبعا سيء. طيب ايه الروافد اللي عندنا؟ احنا عندنا التعليم، الثقافه بالفنون اللي بتؤثر في الناس، الاعلام، رجال الدين. دي روافد. المساله الامنيه والحاجات دي شغلات، دي بتحارب الارهابيين، دي بتحارب الارهابيين. ولكن نحن بصدد محاربه الفكر الارهابي ازاي. فتعمل بطرون عايز مواطن يعني لا منتمي لا لله ولا الوطن ولا لاسرته، سيب التعليم زي ما هو. طيب كويس. فبس اكمل لك في دقيقه. لازم البطرون اللي يترسم ده الكل مشارك فيه، يعني الهجوم على الازهر، الازهر مسؤول عن تجديد الخطاب الديني. ده انا قلت لا، ده الحل لا خطاب ديني مش تجديده، لا خطاب ديني. طيب احنا في كل حاجه بنتكلم في الدين. احنا كل حاجه الكوبايه دي هنتكلم في الدين. يقول لك ايه الكوبايه دي؟ لا دي ما كانش ايام النبي عليه الصلاه والسلام، كان فيها الدي محطوط دي بالانجليزي. لا فاهم قصدي، كل حاجه بنقحم فيها الدين، نقحم شيء مقدس في علاقه حقيقيه بينك وبين ربنا. وانت دوله حاطه في الدستور ان الشريعه بتاعتك الشريعه الاسلاميه خلاص. طيب قبل وانا بختم عشان اتكلمت في النقطه دي، اكيد يعني داعبك الخيال شويه وانت بتسمع فتاوى العلاقه الجنسيه بلاش مع الميتين. بلاش انا اتفرجت على الحلقه البهايم. عشان خاطري بلاش، ان انا اتاذيت، وتاذيت بالذات في لا انسانيه. احنا بقول لك من شويه احنا وصلنا لمجتمعات في العالم كله مش عندنا، مجتمعات لا انسانيه خالص. يعني ايه زوجتك تتوفى فبتعمل حفله وداع بان تعاشرها؟ يعني لا تعليق. يعني انا لو حد سالني ايه رايك في ده، او لو انا بفتي هقول له اسف لا ارد على هذه السفاله، لا ارد ولا افتي ولا اتكلم، وليست لها علاقه بالدين. ده السلوك نفسه، ده السؤال. زي بالظبط اقول لك انا دخلت على واحد لقيته مقتول، ذبحته وهو ميت، هل هذا حرام ولا حلال؟ فاللي هيفتي هيقول لي ايه؟ لا حلال، لانه ميت، لانك لم تزهق روحه، ولانك لم تزهق روحه فهو ميت، فانت قتلته فليس قتلا، هذا حلال. فتبعت واحد يقتل واحد الاول اللي انت عايز تموته، وبعدين تخش تذبحه. يعني قصدي اقول احنا لهذه الدرجه، وانت قلت الكلام ده امبارح، لهذه الدرجه من اللا انسانيه ملهاش علاقه بالدين. انا ما بتكلمش في الدين، بتكلم على مشاعر بني ادم، دي احط المشاعر. ده انت لو هي قريبتك ولا امك ولا زوجتك ولا، انا ما اقدرش اخش في الغسل ولا اخش ابص عليها يقول لك الوداع. لا، هي ما بقتش مراتي، وهي ما بقتش موجوده قدامي، هو استلمها اللي اديها لي، فانتهت، ما بقتش انسانه، ما اقدرش تقول عليها انسانه. حتى في شكسبير في هاملت في حفار القبور لما طلع جمجمه بيقولوا ده كان جمجمه مين؟ بيقول له جمجمة شيء كان اسمه إنسان. شكسبير لم يصبح إنسانا. إحنا الفتاوي دي أنا بس بقول حاجة أستاذ وائل، ومعلش ده طلب مني، اتفضل، واعتبره انتقاد. لا 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 اتفضل. إحنا مش عايزين، أنا أتمنى نتعرض لنقول إن ده بيجري في المجتمع، ولكن لا نناقشه باستفاضة. انا اتزليت امبارح، انا بقيت عايز اعمل لك مداخله لان كفايه بقى. يعني لا، يعني حتى الردود ما هياش
كافية لإقناعي. هو الراجل الدكتور الراجل طيب وعلى خلق واعتذر وكل حاجة، بس انت زي ما انت قلت الاعتذار خلاص هو اتوزع المسألة طبعا اتوزع. الفتوى انتشرت واتوزعت. انما واحنا ما نقدرش نعيش من غير فتوى يا استاذ وائل. انا لما بصلي ما بخليش حد يشوفني وانا بصلي، قناعة، ما حدش قال لي فتوى ولا حاجة. انا ما بحبش حد يشوفني وانا بصلي، لما اروح اصلي الجمعة خلاص دي صلاة جماعة كويس. ما بحبش، احنا شوف كمية المسلمين اللي بيصلوا في الجوامع يوم الجمعة او في الاعياد، كتير كتير جحافل. هل هم يمارسون في حياتهم الاسلام؟ نحن نتخذ من الاسلام البدج، العلامة، عموم طبعا مش كل الناس، انما هل سلوكنا سلوك اسلامي؟ يا اخي مش عايز اشوفك بتصلي ولا بتصوم ولا اي حاجه، مش عايز اشوف اي حاجه منك غير انك بعد ما تمشي من قدامي اقول هذا مسلم جميل، الاسلام عظيم، الله يمسيه بالخير ويديله الصحه. الشيخ صالح كامل لما عملت ونيس بعد جزئين عرضت عليه مسلسل اسمه مسلم في بلاد المهجر، الكلام ده سنه 98. مسلم في بلاد المهجر كتب منه 3 حلقات الراحل ابو زيد، محمود ابو زيد الكاتب العظيم. الملخص هو ايه؟ ان واحد مسلم راح يشتغل في ايطاليا بسرعه كده، راح يشتغل في ايطاليا، فالجاليه العربيه قابلته على القهوه قالت له جاي تعمل ايه؟ قال له ما هشتغل، الواد غلبان، قال له يكرهونا، يكرهوا المسلمين، مجانب كفره. فقال لهم طب امال انت بتشتغلوا ايه؟ قال له احنا بنلقط رزقنا وبنعمل بتاع، فلازم نوريك تعمل ايه؟ قال لهم لا انا مش عايز. راح لواحد قال له شغلني، فقال له اسمك ايه؟ قال له اسمي محمد. فقال له لا مفيش شغل، ابتدى يصدق. وراح لواحد تاني قال له ممكن تشغلني عندك شهرين، تبيتني عندك وتاكلني بس وما اخدش مرتب، ولو عجبتك تشغلني. قال له ورقك؟ قال له ورقي سليم. شغله بقى محمد ده في القريه الايطاليه اسمه محمد بيحبوه. ليه؟ كل حلقه كان بيجي الراجل يقول له تعالى انت عملت عقد بيني وبين شريكي. قال له قال له انت حاطط له حاجات ضمان لحقه اكتر مني؟ قال له قال له ازاي؟ ده انت بتشتغل عندي. بعد شهور الراجل كسب. قال له انا اضمن حق غريمك. طيب. عنك؟ بيقول له اتعلمت ده فين؟ قال له هذا هو الاسلام. كل حلقه. يا استاذ محمد صبحي انا الف شكر. اشكرك. وان شاء الله دايما نستمتع بكل ما تقوله، زي ما بقول هو خطاب دايما مع العقل ومع الوجدان ومع الضمير. ان شاء الله نكون معاكم غدا في حلقة جديدة.